برايمري سكندري وتيرشري ولكل ستيج فيهم مختصة ان سنتين ان برايمري سكندس اسمه ليجن بس عايزين نتعود ان احنا ان شاء الله كل مره نيجي بس ايه مجمعين الموضوع اللي فات عشان ده تتراكم المعلومات كتير فاحنا لو ركنا الدنيا هتبقى صعبه. طيب معاك الورق يا دكاتره؟ معانا الورق كده نظره سريعه على الورق بتاع النهارده. نظرة سريعة سطبها على ورق النهاردة قبل ما نخش في التفاصيل. احنا عندنا ايه النهاردة يا شباب؟ عندنا في انواع تانية من الجرانيولوما. الاول ورقة عندك ناحية الشمال في عندنا مرض اسمه ليبروسي. ليبروسي اللي هو بالعربي يسموه مرض الوزان او في ناس بتسميه البرس. وهو مرض في الاساس مرض جلدي ولكن سبب الجرانيولوما بتتكون حوالين الاعصاب بتعمل جمهور في الاعصاب. ده هناخده بالتفصيل. بعد كده يا دكاتره في عندنا مرض اسمه ساركويدوزيس وده شكل من اشكال الجرانيولوما مجهول السبب. مرض مجهول الهويه. ساركويدوزيس مين اللي بيعمله؟ ما يعرفوش لا شكله لا بكتيريا ولا بارازايت ولا فنجس وما يعرفوش بيحصل ايه. هناخده بالتفصيل. بعد كده عندنا نوع من انواع الجرانيولوما السافيولنت جرانيولوما صديديه مرض اسمه اكتينومايكوزيس. اكتينومايكوزيس. وفي عندنا جرانيولوما بتيجي في النوز اسمها راينو. يعني ايه راينو؟ راينو سكليرو. وفي عندنا نوع من انواع الجرانيولوما كان بيجي في احد القرى الارضيه اللي كانت مشهوره لان الناس اللي فيها من عاداتهم الدينيه ان هم بيمشوا حافيين
فكان يجي لهم جروح او سكراتشز في القدم يدخل لها فانجس او بكتيريا وتعمل جرانيولوما في الرجل، خاصه بيسموها مايسيتوما. واخر جرانيولوما نتكلم عليها النهارده ده الصفحه الثالثه، اشهر مرض جرانيولوما في مصر اللي هو الباليفارسيس. طيب تعالوا نبدا مع بعض يا شباب. اول موضوع عندنا اللي هو الليبرسي. الليبروسي يا دكاتره زي ما قلت لكم في البدايه هو مرض جلدي. الليبروسي في اساس مرض جلدي اللي هما بيسموه الكوزان. هذا المرض الجلدي مميز بحاجه مهمه جدا، هو طبعا احنا في شابتر الجرانيلوما يبقى جميع الامراض اللي هقولها كلها فيها جرانيلوما. الليبروسي من مميزاته حاجتين، اولا ان الجرانيلوما اللي بتتكون في الليبروسي يا دكاتره بتبقى بيرينيورال. بتبقى ايه يا ولاد؟ بيرينيورال. وكلمة بيرينيورال يعني بيحب يعمل جرانيولوما قريبة من الأعصاب، لأن البكتيريا بتحب المناطق الباردة في الجسم زي الجلد، فبتيجي ناحية البريفرال نيرفز وتعمل جرانيولوما تضغط على العصب تموت العصب. وإذا مات العصب العيان بيفقد الإحساس، يقول لك العيان اللي عنده جزام أو برص ما بيحسش بجلد، فبيبدأ كانوا زمان معتقدين إن الجلد بيقع بيتساقط لوحده، يقول لك اللي عنده أصابع وبتقع أطرافه بتقع ما كانتش بتقع. ولكن الفكره ان فقدان الاحساس في الجلد سهل جدا يعمل تروما. العيان بيحصل له اصابات متكرره في الجلد بدون ما يحس بيها، بيبدا الجلد يتاكل وكان الاطراف بتقع. هي دي قصه الليبروس. الليبروس يا دكاتره اللي هو مرض الجذام، الاورجانيزم هو طبعا بكتيريا انفكشن. الاورجانيزم اسم البكتيريا نوع البكتيريا مايكو بكتيريا. سمعناها في ايدي قبل كده. زي التبين. يبقى مايكوبكتيريا هو من نفس فصيلة التنين، ولكن هذه المايكوبكتيريا بيسموها مايكوبكتيريا ليبرا. سموها ايه يا دكاترة؟ مايكوبكتيريا ليبرا. المرض اسمه ايه؟ ليبرس. هي مايكوبكتيريا ليبرا. جميل؟ احنا نعرف ان المايكوبكتيريا بتتسبب بالجرام لانها ايه؟ فكانوا بيحتاجوا لها صبغه خاصه اسمها زيل نيرسن، وكذلك المايكوبكتيريا ليبرا اسيد فاست برضه. بس بيقول لك ليس اسيد فاست ذان التي بي، يعني ممكن تظهر بالجرام ستين بس مش واضحه قوي. فيعملوا لها صبغه خاصه هي الموديفايد زيل نيرسن، هم قاموا جايبين الزيل نيرسن ستين وطوروا فيه. الصبغه الموديفايد زيل نيرسن اللي بتصبغ البكتيريا دكاتره باسم العلماء اللي اكتشفوها. الاولاني اسمه فايت، اسمه ايه؟ فايت. والتاني اسمه فاراكو. فايت فاراكو ستين. مزعلك؟ موديفايد زيل نيرسن. خلاص. موديفايد زيل نيرسن ستين او فايت فاراكو ستين. لانها برضه اسيد فاست ولكن ليس اسيد فاست. طيب يبقى الاورجانيزم اسمه مايكوبكتيريا ليبرا. اسيد فاست. يبقى بيحتاج صبغه خاصه اهدى من الزيل نيرسن شويه لانه ليس اسيد فاست، فيسموها موديفايد زيل نيرسن ستين او فايت فاراكو ستين. شكل الاورجانيزم ايه؟ هو شكل التي بي كده سلندريكال. يقول لك ده مش فارق كتير قوي، بس احنا لما بنبص على الاورجانيزم يقول لك احنا بنشوف الاورجانيزم على شكل كور جلوبيولار. على شكل ايه يا ولاد؟ جلوبيولار، جلوبيوليتد او جلوبيولز. ولكن في الحقيقه هو مش جلوبيولز، ده هو عامل زي السجاير المرصوصه جوه علبه، فبيسموها السيجاريت امباك. بيسموها ايه؟ سيجاريت امباك. يعني هو يظهر من تحت كانه جلوبيولز دوايره كده، ولكن في الاساس هي بكتيريا عصويه تشبه السجاير المرصوصه في العلبه. فالراجل الرايق هو اللي راح مشبهها قال لك ده عامله زي ايه؟ سيجاريت امباك. تمام؟ ده بالنسبة للأورجانيزم. يبقى تاني اسم الأورجانيزم ايه؟ مايكوبكتيريا أسيد فاست، ولكن ليس أسيد فاست ذان التي بي. فبيعملوا له صبغة زي التي بي اللي هي كانت زي نيرسن بس موديفايد. اف اف اسمها ايه؟ الأولاني فايت والتاني فاراكو، فسموها فايت فاراكو ستيت. شكل الأورجانيزم ايه يا دكاترة؟ جلوبيولز، ولكن في الحقيقة هو مش جلوبيولز قوي، ده هو على شكل سيجاريت انباك، ولكن الجلوبيول دي بأطراف السجاير من تحت. تمام؟ سيجاريت انباك. طيب، إيه طريقة انتقال العدوى؟ أنا قلت لكم في الأول إن الليبروس الجذام مرض جلدي. ولكن العجيب يا دكاترة إنه لا ينتقل عن طريق اللمس. الجذام أو البرص ما بيتنقلش باللمس زي ما كانوا معتقدين زمان.
لان البكتيريا ما تعرفش تخرج من الجلد. امال بيتنقل ايه؟ المفاجاه ان الجذام بيتنقل عن طريق الانهاليشن. انهاليشن طريق الهواء. انهاليشن. انهاليشن ليه؟ العيان عنده مرض جلدي والبكتيريا عايشه في الجلد، طب انا هعمل انهاليشن لايه؟ هو العيان ما عندوش سبيوتم كتير يعني ما بيطلعش سبيوتم. بيقول لك ان المرض الجلدي ده في العيان اللي عنده جذام بيعمل تاكل في الجلد، الجلد بيتكسر والميكوزا بتتكسر. فبيقول لك ان البارتكلز، البارتكلز اللي هي عباره عن خلايا متكسره بتحتوي على بكتيريا، جلد العيان هو اللي بيطير في الهواء. والميوكوزا المتكسره اللي فيها بكتيريا، الميوكوزا بتاعت العين هي اللي بتطير في الهواء. فبيقول لك اللي بيطير الغبار اللي طاير، العين لو جه خبط خبطه كده اهو، عمل كده اهو، تلاقي فيه غبار طاير. ايه الغبار ده؟ نسيج مات. نسيج بيتآكل لدرجه تبقى عامل زي الغبار. فبيقول لك العيان، الناس القريبين من العيان دول اللي هم الكلوز كونتاكت، اهله اللي عايشين معاه او الدكاتره اللي بيعالجوه، الناس القريبه منه هي اكثر ناس معرضه للعدوى. لان بيحصل انهاليشن لمين؟ بنستنشق ايه؟ بنستنشق الدمج بتيشو. بنستنشق ايه يا ولاد؟ دمج تيشو، النسيج المتآكل المتكسر اللي جاي من الجلد او جاي من الميكوزا. طريقه انتقال عدوى عجيبه بالشكل. وما كانش الناس عارفين القصه دي زمان، كان يعتقد يقول لك الجذام ده بيتبرز اثنين عن طريق اللمس. وكانوا يفاجئوا، كانوا حزينين جدا موضوع التلامس مع العيانين دول. وكانوا يفاجئوا ان الناس بتتعدي رغم ان هم ما لمسوش العيان. ليه؟ لان استنشاق الهواء اللي بيحتوي على الجزيئات الفاكتور الصغيره بتاعت النسيج الميت الدمج تيشو هو اللي بينقل العدوى. لان الدمج تيشو بيحتوي على بكتيريا. بيقول لك طيب دلوقتي المفروض ان البكتيريا دكاتره دخلت من النسيج المتكسر عن طريق الهواء، جزيئات الهواء، وراحت دخلت للنج، المفروض ان المرض يبقى مرض رئوي؟ لا. ولكن البكتيريا ديت بتوصل من اللنج للدم وتختار في الجسم الاماكن الكولد، تروح لاسقع مكان في الجسم اللي هو ايه؟ السكن. فنلاقي ان البكتيريا تتمركز في السكن وفي الاعصاب البريفرال نيرفز، الاعصاب الطرفيه، وفي الغدد الليمفاويه في الليمف نودز، لانها بتحب الاماكن الساقعه، ما بتحبش تعيش في الاماكن الورم. ولكن مع الوقت يقول لك ممكن البكتيريا لما تتكسر في الدم بنسبه كبيره ممكن تعمل انفكشن للاورجنز مع الوقت. يبقى هو في البدايات المرض يا دكاتره بيبقى سوبرفيشال، سوبرفيشال بينفكت السكن والبريفرال نيرف والليمف نود، ولكن مع الوقت ممكن يجي يضرب الديب اورجنز لو البكتيريا حصل لها مالتيبليكيشن كمان كبير. يبقى طريقه انتقال العدوى كونتاكت ولا انهاليشن؟ انهاليشن. انهاليشن بايه؟ دمج السكن اند الميكوزا. تمام؟ وتروح تتمركز وتعيش في السكن. طيب ده بالنسبه للاورجانيزم بيتنقل ازاي؟ بصوا انا عايز دكاتره عايزكم تركزوا في الحته اللي جايه دي كويس قوي. صح صح الحته اللي جايه دي كويس قوي. لو فهمنا الميكانيزم على جسم خد ورقه، لو فهمنا الميكانيزم يا دكاتره معاك ورقه، لو فهمنا الميكانيزم او الباثوجينيسيس الموضوع نبص خالص. بص يا ولاد ركزوا معايا في الحته اللي هي كويس. الميكانيزم او الباثوجينيسيس اللي بيحصل في الليبروسي كالاتي. احنا قلنا البكتيريا بتحب تعيش في الاورجانز ولا في السكن؟ ليه؟ عشان تحب الاماكن الساقعه، خاصه حوالين العصب، مفيش اسقع من الماسوره بتاعت العصب. فبيقول لك ان البكتيريا بتختار من الجلد العصب، وبتختار من العصب الشوان سيلز. ليه؟ عارفين الشوان سيلز اللي حوالين العصب؟ فتبدا البكتيريا تعيش داخل الشوان سيلز. يبقى انا عندي بكتيريا جوه الشوان سيلز، جوه العصب نفسه. الشوان سيلز ده جزء من العصب. طيب يوم يحصل ايه بقى؟ عندي احتماليه. ركز معايا في الحته دي، لو فهمتها كويس قوي موضوع الليبوس خلص. خلص فعلا، انتهى خلاص، القصه خلصت. بيقول لك ان العيان قسموا العيانين اللي عندهم ليبروسي يا دكاتره الى نوعين. عيان اعتبروا مناعته ضعيفه لور اميونيتي. وعيان اعتبروا مناعته قويه ريلاتيفلي جود اميونيتي، هما طبعا الاثنين تالت. بس قال لك ان ده لور ذان الثاني، والثاني ريلاتيفلي بيتر يعني. فالعيان اللي اعتبروا ان مناعته ضعيفه اللي هو اللو اميونيتي، كل اللي بيحصل ان الماكروفيج بتعمل فاجوسايتوزز للبكتيريا. انهي بكتيريا؟ اللي جوه الشوان سيلز؟ لا، البكتيريا اللي لسه بره. لان مش كل البكتيريا دخلت في الشوان سيلز، وعند بكتيريا كتير قوي.
ففي بكتيريا موجوده في النسيج ومش كلها داخل الاعصاب. هتقوم تيجي الماكروفاج وتعمل فاجوسايتوز اوف ذيس بكتيريا. ولكن بيقول لك مناعه ضعيفه يبقى يحصل فاجوسايتوز وذ كيلينج ولا وذاوت كيلينج؟ وذاوت كيلينج. فيقول لك ان الماكروفاج هتحتوي على كميات هائله من البكتيريا. والبكتيريا دكاتره فيها ليبت ولذلك تظهر الماكروفاج تحت الميكروسكوب فومي. فومي يعني ايه فومي؟ يعني رغاوي بس مش رغاوي هي ايه؟ ليبت. ليبت بتاع مين؟ بتاع البكتيريا. فيقوموا يسموا هذه الخلايا فوم سيلز. هل البكتيريا اللي جوه الماكروفاج ميته؟ لا، ده بكتيريا عايشة وبتمالتبلاي وبتتكاثر. فاكرين الفضيحة بتاعت التي في؟ زيها بيحصل هنا برضه. فيقول لك إن الماكروفاج بتكونتين أماونتس كبيرة جدا من البكتيريا، فيبقى عندي كميات من الفوم سيلز. وبعدين إيه اللي هيحصل بعد كده؟ ولا أي حاجة. آخره كده. ده جود اميونيتي ولا باد اميونيتي؟ باد اميونيتي. يبقى عنده شوية فوم سيلز. والبكتيريا بتمالتبلاي جوه الفوم سيلز. ركز معايا في الحتة دي. انا عندي الباد فوم سيلز كتير وعندي بكتيريا كتير في منطقه حوالين الايه؟ النيرف. يبقى ده هيعمل كومبريشن على النيرف. بس هل كسرنا العصب؟ لا. هل دمرنا الشوان سيلز؟ لا. الموضوع كله كومبريشن، تضغط على العصب. يبقى انا عندي شويه خلايا شو الاسم بتبقى في الاول بينفور، بعد كده بيحصل له حاجه اسمها انستيجيا. انستيجيا يعني بيفقد الاحساس، بيبنك، بيتخبر. يبقى عندنا بيعمل يبقى كميات من الفوم سيلز يا دكاتره بتكمبرس النيرف. بس ده مين يا اولاد اللي مناعه كويسه ومناعه وحشه؟ المناعه الوحشه. يقول لك طب نفترض ان العيان مناعته كويسه. بص بقى اللي هيحصل، قصه ثانيه خالص مختلفه تماما. يقول لك لو العيان مناعته كويسه هتيجي الماكروفاج اللي ما عرفتش تموت البكتيريا هتتصرف صح؟ هي الماكروفاج لما ما بتقدرش تموت الاورجانيزم بتعمل ايه؟ بتروح للمدير. مين مدير المناعه؟ هتروح للتيال تقول له والله يا سعاده المدير احنا اتورطنا زي ما اتورطنا في التيبي بالظبط. تاني يا ماكروفاج؟ ده على طول عندنا مشاكل. وتبدا التي هيلبر سيلز يحصل لها سنسيتايزيشن. سنسيتايزيشن يعني تاخد معلومات عن الاورجانيزم. ولما تي هيلبر سيل مدير جهاز المناعة يوصل له معلومات كاملة عن الأورجانيزم بيموت ولا بياخد قرارات؟ بياخد قرارات. إيه قرارات؟ طلع أوامر. الأوامر تتوجه لحاجتين يا أولاد. السي دي 8 برضه تاني. مين السي دي 8 اللي هي بتعمل إيه؟ سايتوتوكسيك اللي هتموت، وتروح المعلومات للماكروفيج عشان يحصل لها أكتيفيشن وتدي خلية ضخمة اسمها ابيثيليويد وتكون عندنا جرانيولوما. يبقى هنعمل جرانيولوما زي التي بي بالظبط. هتعمل جرانيولوما زي التي بي بالظبط. يقول لك العيان اللي مناعته حلوه، انتوا عارفين بيسموا النوع ده ايه؟ نوع الليبروسي ده ايه؟ بس هم هو على فكره هم في عيانين اثنين ليبروسي مش عيان واحد. ده قصه ثانيه خالص. العيان الثاني ده اللي مناعته حلوه بيسموه تيوبركلويد. يعني ايه كلويد؟ شبيه لايك. هو فعلا عامل زي التي بالظبط. ما هي دي قصه التي كده. ويقول لك طب السي دي 8 هتعمل ايه بقى؟ بص يا اولاد النهارده الاوامر مختلفه شويه. يقول لك السي دي 8 كانت في التي بي بتعمل ايه؟ كانت بتعمل كازيشن. النهارده لا، ده احنا في حاجه خطيره جدا. انا عندي شوان سيلز جواها بكتيريا صح؟ النهارده هنوجه السي دي 8 لضرب الشوان سيلز. هي دايما السي دي 8 دي غداره. يعني هتموت لك حاجه في الجسم، هزعلك في حاجه. فتقوم تزعلنا في مين؟ تقوم تعمل تاتاك الشوان سيلز. انت عارف لما لو انت لو جبنا سي دي 8 ضربت الشوان سيلز، عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت عملت نيرف دامج. يبقى انا كسرت، انا دمرت العصب. العصب بيتدمر ولما كسر شوان سيلز العصب باظ. وبالتالي عندي سؤالين، ركزوا معايا في السؤالين دول كويس. لو جاوبتوا عليهم موضوع الليبروسي خلص. خلص تماما. السؤال الاولاني، مين العيان اللي عنده مور سنسوري بس؟ الجود ولا الجود اميونتي ولا الباد اميونتي؟ تخيل المناعه الاحسن بيفقد الاحساس اكتر. مين العيان اللي عنده مور موتور لوس؟ ما هي بريفرال نيرف سواء كانت اعصاب حركيه او اعصاب احساس. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بقى، وركز السؤال ده كويس.
مين العيان اللي لو عملنا له ليبرومين تيست؟ ايه ليبرومين تيست ده؟ زي التيوبرجلين تيست. فاكرين التيوبرجلين تيست؟ سنسيتايزيشن، معلومات مسبقه ودي حقنه ونعمل رياكشن. مين العيان اللي لو عملت له ليبرومين تيست يطلع بوزيتيف؟ الاولاني ولا الثاني؟ برافو عليك، ليه الثاني؟ في معلومات. تخيل العيان ده لو عملت ليبرومين تيست يطلع نتيجه الاختبار يقول لك ما عندوش ليبروس. اللي هو مناك وحشه هيطلع ما عندوش ليبروس. هتعمل التيست في ده يطلع بوزيتيف لان التي سيل سنسيتايز عندها معلومات. وبالتالي هنلاقي العيانين دول بوزيتيف والعيانين دول نيجاتيف. في حاجه كمان يقول لك لما نيجي ناخد عينه من الفيشو مين هنلاقي عنده بكتيريا اكتر؟ من اللي عنده بكتيريا اكتر؟ الجود اميونيتي ولا الباد اميونيتي؟ ده الى حد ما بيكسر الايه؟ البكتيريا. قولوا لي يا اولاد الميكانيزم ده تاني وهنقوم حاطين جدول المقارنه. على فكره الجدول هو انتوا جاوبتوه دلوقتي. قولوا كده خلصنا الدرس. يلا قولوا لي الميكانيزم تاني بقى. باثوجينز. اول حاجه البكتيريا بتنفكت مين؟ شوان سيلز. لما بتنفكت شوان سيلز عندي اثنين عينين. باد اميونيتي جود اميونيتي. خلاص صح التعبير، هما الاثنين طبعا باد. واحد وحش وواحد ثاني احسن شويه. في حالات الباد اميونيتي الماكروفاج بتاكل ايه؟ بكتيريا. ويت كيلينج ولا ويزات كيلينج؟ فبتمالتبلاي جوه الماكروفاج فتدينا خليه مرخيه اسمها ايه؟ فوم سيل. اخرنا ان الفوم سيل هتعمل عمليه ايه؟ كومبريشن. هيفقد احساس بس مش قوي. حلو؟ العين الثاني جود اميونيتي. وفي الجود اميونيتي بتتعامل ماكروفاج تعامل سليم. بتوصل للاكسبريس انجن لمين؟ لتي هيلبر سيل. فالتي هيلبر سيل صار لها سنسيتايزيشن وتنشط اكتيفيت سي دي اي. السي دي اي وظيفتها دامج الشوان سيلز وبالتالي بيحصل نيرف دامج. والماكروفاج بتبقى اكتيفيت تتحول ايه؟ ابيثيليويد وتعمل جرانيلوما سيميلر تو تي بي جنب النيرف. فهمنا القصه؟ طيب انا هعمل دلوقتي يا اولاد جدول مقارنه وانتوا اللي هتعملوا الجدول. يلا انتوا لو فهمتوا الدنيا هتبقى جميله. الموضوع بسيط خالص. تعالوا مع بعض كده نعمل الجدول. بصوا يا ولاد انا هكتب دلوقتي في عندنا نوعين من الليبروسي. نوعين من الليبروسي. النوع الاولاني هنسميه ليبروميتاس. هنسميه ليبروميتاس. ليبروميتاس ليبروس. يعني ليبروسي ليبروس. ليبروميتاس الاصلي. اللي هو عنده مشاكل كبيره. ده اللي هو مناعته كويسه ولا مناعته مش كويسه؟ يعني لو انا حطيت اميونيتي هنا هقول في اول جزء الاميونيتي ان ده باد اميونيتي. انتوا عارفين التاني اسمه ايه؟ تيوبركلويد. تيوبركلويد يعني مش ليبروسي قوي لان مناعته ايه؟ جود اميونيتي. خلاص هو عمل جرانيلوما شبه التي بي مش مشاكل كبيره قوي زي التاني. يبقى البروميتاس وتيوبركلويد اول نقطه الاميونيتي. النقطه الثانيه السكن. سؤالي يا دكاتره مين اللي عنده مشاكل اوضح في السكن؟ هو سؤال بس ليه هيحصل مشاكل في السكن؟ عشان في تحت ايه؟ خلايا صح؟ مين اللي عنده مشاكل اكتر اوضح واكبر في السكن؟ البروميتس. ليه؟ لان انا عندي ماكروفيش كتير وبكتيريا كتير ما بتموتش. وكل ما البكتيريا تزيد الماكروفيش تزيد، الموضوع مش هيخلص. يعني هو عمال بيزيد وبيزيد اكتر واكتر. فبيقول لك ان العيان اللي عنده البروميتاس ليبروسي بيبقى مور ليجنز في السكن، الليجنز اكتر. بينما التيوبركلويد بتبقى ليجنز اقل. البروميتاس ليبروسي بيقول لك الليجنز اكتر اند سيمتريكال. يعني سيمتريكال؟ يعني يقول لك انا عنده هنا وهنا يمين وشمال وفوق وتحت وهنا وهنا وش كله ايده كلها سيمتريك مش حته فاضيه. فالعيان بيبقى عنده مور ليجنز اند سيمتريكال. ولكن التيوبركلويد المناعه الكويسه بيبقى الليجن اهدى شويه يقول لك ليس ليجنز اند اي سيمتريكال. يعني ممكن عنده حته هنا كده. حته هنا كده. حاجات بسيطه كده. الجلد مش مليان مشاكل يعني. فده بيبقى مور ليجنز سيمتريكال وده ليس ليجنز اي سيمتريكال. طيب ايه الليجنز؟ هي ايه الليجنز؟ عباره عن ايه؟ بص يا ولاد انا الليجنز عندي شكلين. يقول لك في شكل اسمه تابيول حاجه عاليه وفي شكل اسمه ماكيول
حاجه واطيه. مين اللي عنده بابيول؟ فبلاقي عند العيانين دول بابيولز كتيره جدا في الجلد بس عند ماكيولز، يعني عنده الاثنين، عنده بابيولز وماكيولز. العيال اللي مناعته كويسه ما بيكونش قوي، ما عندوش كميه خلايا كتير قوي، يعني هي شويه جرانولوما بسيطه كده، فيا دوب يعني الجلد يعلى حاجه بسيطه. العيال عنده ماكيول، انتوا عارفين يا دكاتره البابيولز الكتير لما بتتكون في الجلد فيظهر وجه المريض مشوه، يقول لك العيان ده بيبقى وشه مليان كله عباره عن بابيول، وشه كله يا ولاد عباره عن كلاكيع مدوره، كتل او كور بابيول عامله تشوه بشع جدا مدمر للوش. بيسموا العيانين دول ليوناين فيس، يعني وشه زي وش الاسد، وشه مشوه. فالبابيولز الكتير بتؤدي لتشوه ديفورميتي سموها ليوناين فيس. ليوناين فيس يعني عامل زي وش الاسد، كله كلاكيع وشكله مرعب. ده بالنسبه للعيان اللي برونز التيوبركلويد ما عندوش الكلام. بابيول خلايا كتير تحت الجلد، تلاقي الجلد عالي قوي فيعمل كتل او كلاكيع كبير، يبقى ده مور بابيولز وعنده ماكيولز، ولكن ده ماكيولز فقط. اكتر لان انت عندك البكتيريا ما بتموتش، المالتيبل يعني انا دلوقتي الماكروفاج بلعت مثلا 100 بكتيريا خلاص، يومين ثلاثه يبقوا 1000 وما بتروحش برشاش، فيجي لك ماكروفاج اكتر، تيجي المكان ما فيهاش ثاني، فتبدا الخلايا عماله بتزيد مع الوقت، والخلايا عماله بتزيد بتعمل ماس، خلايا بتكتر بتكتر بتكتر، بكتيريا بتتكاثر. انما هنا الموضوع ليميتد، في مناعه حلوه فانت الى حد ما مسيطر، بموت شويه سيلز اللي جوه بكتيريا، بعمل انثيلويد سيلز ممكن تاكل شويه بكتيريا، فتجمعات الخلايا اقل وبالتالي ما بيعلاش الجلد قوي. لما اجمع خلايا كتير قوي في الجلد لان المناعه ضعيفه فتبدا الايه المناطق اللي فيها مشاكل تبدا تعمل، تمام؟ فبلاقي العيان ده مور بابيولز او بيسموه ليوناين فيس وعنده شويه ماكيولز، ولكن دوت ماكيولز وما فيش ماكيولز. طيب في كلمه يقول لك ان الماكيولز بتبقى انستيك، يعني ايه كلمه انستيك؟ انستيك يعني ايه يا ولاد؟ بتخدر، يعني يقول لك العيان اللي عنده جذام او برص بلاقي البقع اللي موجوده في الجلد ما فيهاش احساس، شكها مهما شكها ما بيحسش بيها. ليه ما بيحسش بيها؟ ليه مش بيحس؟ العيان التيوبركلويد حصل نرف ده كسر النرف خلاص، تمام؟ فهو مش حاسس اصلا بالليجنز دي. طيب والكتاب كاتب كده كلمه بيقول لك ان الليجنز هنا بتبقى اريثيميتس او ريد، بينما الليجنز هنا بتبقى لونها بيل فاتح. الكلام ده مش صح قوي يعني. ايه الحل؟ ازاي يا دكتور هنا ريد وهنا؟ ما انا بقول لك هو الكلام ده مش مظبوط. فهو ريد ممكن يكون في الاول مع بدايه الانتهابات، انما بعد كده كله بيبقى فيل، يعني كله بيبقى ضاغط على البلد السليم، بس هي كلمه مذكره في الكتاب. طيب ده بالنسبه للاميونيتي وبالنسبه للسكيل. لو جينا يا دكاتره نحط مقارنه من حيث النيرف ليجن، النيرف ليجن رولينج، مين اللي عنده مور سنسوري مور موتور لوس؟ كلماتك كويسه ولا وحشه؟ كويسه. ده اللي بيبقى عنده سنسوري لوس اكتر، ده اللي بيفقد العصب اكتر. المناعه الحلوه اللي مناعته حلوه اللي هو ده اللي بيكسر الاعصاب. مور سنسوري لوس، مور سنسوري لوس بيفقد احساس اكتر، او عايزين نقول لس سنسيشن، ماشي عشان بس ما تتلخبطوش الاسهم اللي طالع واللي نازل، يعني يبقى ده بيفقد السنسيشن اكتر خلاص. بينما هنا عندنا سنسوري لوس، موجود سنسوري لوس ولكن اقل، وفي موتور لوس ولكن اقل خلاص، يعني بيفقد الاحساس بس يعني ها ممكن يبقى حاسس بس الدنيا متخضره شويه، او في شويه تنين نامبنس كويس، انما ده لا ده فقد احساس خالص. طبعا فقدان الاحساس الدكاتره في العيانين اللي مناعتهم كويسه بيؤدي الى كلمه مهمه جدا بيقولوا عليها تروفيك ألسرز. ولا ايه تروفيك ألسرز؟ ما هو المقصود بتروفيك ألسرز؟ كلمه تروفيك ألسرز يعني بيحصل تقرحات في الجلد بسبب الاصابه لانه فقد الاحساس في هذا المكان. يعني انا اصبت في المكان بخبطات او بتروما لان انا مش حاسس بيه. طب وايه يعني ما بقاش حاسس بيه؟ ايه اللي هيحصل؟ ولكن انت لو حاسس بالمكان وحاسس بالالم بتحافظ على الجلد، بتخاف من الاحتكاكات،
لو حصل لي قرح بحميها لان في وجع، انما العيان اللي ما عندوش وجع وما عندوش احساس القرح عنده ما بتبقاش مشاكل كبيره، يعني بتحتك مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما الجلد يقع. فدي بيسموها ترافيك ألسس. يبقى كلمه ترافيك ألسس معناها ايه؟ معناها ألسس ديوتو تروما، والتروما سببها loss of sensation. يبقى عندي ألسس ديوتو تروما caused by loss of sensation. تمام؟ ده بالنسبه لمشاكل الاعصاب. عندي نقطتين كمان يا دكاتره في المقابله. احنا قلنا في عندنا تيست اسمه ليبرومين تيست. اسمه ايه؟ ليبرومين تيست، اللي هو عامل زي التيوبركلين تيست. نفكركم بالتيوبركلين تيست. التيوبركلين تيست يقول احنا كنا بنحقن العيان ببروتين، بروتين البكتيريا تحت الجلد. فلو الجسم عارف البكتيريا، مين في الجسم اللي بيحفظ البكتيريا؟ التي سيلز. لو الجسم عنده سنسيتايزيشن، يعني عنده معلومات مسبقه عن البكتيريا، يقوم يحصل رياكشن في الحته دي، فاعرف ان العيان عنده تي بي. الليبروسي نفس الكلام، بحقن الجلد ببروتين الليبروسي. فلو الجسم عنده معلومات عن الليبروسي، التي سيلز عندها معلومات، هيحصل رياكشن في المكان ده. مين اللي عنده معلومات؟ جود اميونتي ولا باد اميونتي؟ يبقى الجود اميونتي هيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. والباد اميونتي هيطلع نيجاتيف، يعني مناعته وحشه وعنده بكتيريا كتير ويطلع لك نيجاتيف كانه ما عندوش ليبروسي. طب لو عملنا بكتيريا اكزامينيشن وجينا اخذنا عينات فحصنا البكتيريا، لقيت البكتيريا اكتر في مين؟ في الباد اميونتي. ليه عنده بكتيريا اكتر؟ عشان حصل فاجوسيتوز وذاوت كيلينج. هو ده دكاتره موضوع الليبروسي. تعرف تقول لي الجدول ده تاني بسرعه؟ يلا نسمع جدول كده. موضوع الليبروسي، عندي نوعين اساسيين في الليبروسي. النوع اللي مناعته حلوه وحشه اسمه ليبرويدز، واللي مناعته حلوه اسمه تيوبركلويدز. ايه الفرق؟ الفرق ما بين الاثنين سكن بروستيشن سكن نير. هنتكلم مايكروسكوبك عيد مايكروسكوب تاني كويس. في طبعا مايكروسكوبك، وخدنا تيوبركلويدز، وخدنا اخر حاجه ايه؟ بكتيريا. من ناحية السكن، مين اللي عنده ليشنز أكتر؟ ما تقولوش بقى جود وباد، بص يا سمير، مين اللي عنده ليشنز أكتر؟ ليبرومس. سيمتريكال ولا أسيمتريكال؟ سيمتريكال كتير، بينما اللي هناك ميس ليشنز وأسيمتريكال. نوع الليشن في الليبرومس الوحش مابيول ولا مابيول؟ مابيول. هو مابيول، والمابيول الكتير بتعمل تشوه في الوش اسمه لينين فيس. بينما في العيان التيوبركلويد اللي هو الحلو مابيول. حاسس بيها ولا انستيك؟ لان حصل له نير دامج. خلاص؟ ده من ناحيه الاسكان. النيرف مين اللي عنده مور سنسوري اند موتور لوس؟ الروماتس الوحش ولا التيوبركلويد الحلو؟ الحل هو اللي بيدمر النيرف. نتيجة السنسوري لص بينتج عنه مشاكل بنسميها قرح، بنسميها ترافيك ألسس، اللي هي سببها تروما بسبب اللص اوف ايه؟ اوف سنسيشن. والموتور طبعا بيعمل بارالس. خلاص؟ مين اللي يطلع في الليبرومين تيست بوزيتيف؟ عنده معلومات اللي هو الحل تيوبركلويد. مين اللي يطلع نيجاتيف؟ الليبرومس. البكتيريا مين اكثر في البكتيريا؟ الليبرومس. المايكروسكوبك هتقولوا ايه؟ قلنا انا لو القصه دي خلاص هي قصه الموضوع. هشوف ايه في الليبرومس تحت المايكروسكوب؟ فورسز بيسموها ليبرا سيلز. بيسموها ايه؟ ليبرا سيلز، اللي هي كانت ايه؟ ماكروفيج وجواها بكتيريا ميته ولا بتمالتبلاي؟ فكلاقي فوم سيلز كتير. والفوم سيلز في ما بينها وما بين الجلد كده مسافه، يعني مش واصله للجلد قوي، يعني هي حوالين العصب بس. بيسموا المسافه دي جرينز زون، مسافه فاضيه كده ما بينها وما بين الجلد بيسموها جرينز زون، يعني هي في منطقه حوالين العصب مش واصله لحد الابيدرمس فوق، هي حوالين العصب وبتعمل له كومبريشن. طب هنشوف ايه يا دكاتره في التيوبركلويد ليبرسي تحت الميكروسكوب؟ العنوان قدامك اهو تيوبركلويد. هشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ ها قولوا لي ايه؟ هشوف جرانيولوما. جرانيولوما. هشوف في التيوبركلويد جرانيولوما. شبه مين؟ شبه التي بي. تي بي لايك جرانيولوما. سؤال، السؤال ده مهم. يقول لك العيان اللي عنده تيوبركلويد ليبروسي، تيوبركلويد يعني عنده جرانيولوما سيميلر تو تي بي، تفرق ايه عن تي بي؟
حاجتين اولا ما فيهاش كازيشن. ليه ما فيهاش كازيشن؟ لان السي دي اي تم توجيهها لاتجاه ثاني خالص، راح تضرب شويه ما بتضربش ماتروفي، فما فيش كازيشن في النص. وفي حاجه كمان مهمه تفرقها عن التي دي، مكانها موقعها ايه؟ بيري نيورال عند العصب. يبقى تفرق عن التي بي في حاجتين، ان ما فيهاش كازيشن وانها بيري نيورال. ده بالنسبه للتيوب الكوري. اتفضل. احنا بنوجه الميكروبات ما يكتبش الهواء، ما بتموتش، تفضل زي ما هي. ما بتموتش يعني بتتجمع داخل البكتيريا، بتتجمع وفي بعض الماكروفاج بقى جواها بكتيريا، بس هي معظم بكتيريا جوا الشوان سيلز. بس الابيثيلويد سيلز اللي بتبقى اكتف في الحاله ديت معظمها بيعمل اليمينيشن بكتيريا. يعني ما بتقدرش تشيل بكتيريا، البكتيريا في كميه بكتيريا موجوده، والا المرض ما كانش يفضل، ما كانش يجري، وتفضل زي ما هي. وانت لو اتخلصت من كل البكتيريا اللي موجوده ما بتعرفش تعمل ايه، ما كانش يتكون جرانيلوم، لكن لسه في شويه بكتيريا. يعني المناعه مش بالقوه اللي تسيطر برضه على كل البكتيريا، في كميه بكتيريا موجوده في الجسم. تمام؟ الماكيونز نفسها انت عارف لما بيحصل مثلا، عايز اقول لك الكيلو عنده مثلا بقع في الجلد او رعش طفح جلدي، غالبا الطفح الجلدي ده بيبقى فيه اتشن، يبقى انا حاسس بيه وبيوجع، تيجي تحس. انما ده يقول لك عنده طفح جلدي او ماكيول ما بحسش بيه. لا انا اقصد يعني لو هي هتبقى في الاثنين اسيتك يعني. اه طبعا، بس هنا بيقول ان هنا مور اناسيتك يعني متخطره خالص. ليه؟ لان هو في سيرفر دامج هنا، ممكن في البدايه ما تبقاش اناسيتك. هو احنا بنقول ان الليجنز اكتر من هما مين اللي هما دول، بس مش مقصود الالسريشن اكتر، هو الالسرز اكتر هنا طبعا، وممكن يحصلوا سكندري انفكشن اكتر هنا. يعني ممكن الاقي ان القرح دي تقلب بعد كده بصديد وتعمل بكتيريميا وتعمل سيبتيسيميا، مشاكل تانية بقى ملهاش علاقة بالليبروس. انما كالبروسي بيعمل بابيولز ضخمه، ده اكتر، فده بيسموه لي ماين فيس عشان الكتل ده. يعني الليجنز دي ان جنرال ولا في السكن؟ الليجنز دي في السكن؟ يعني الليجنز في السكن هنا اكتر. دول؟ لا اقصد كلمه ليجنز. نقصد الليجنز في السكن اللي هم دول، انا اقصد دول تحديدا. تمام؟ طيب سؤال يا دكتور، كيف يتم تشخيص الليبروسي؟ قول دي تيست اللي هو اسمه ايه؟ البرومين. هيطلع بوزيتيف في كل الحالات؟ لا ما نقدرش نعتمد عليه، لانه هيطلع بوزيتيف مع مين؟ مع جودي ميوميتس اللي هو تيوبركلويد ليبرس، وهيطلع نيجاتيف مع الاوحش، مش هنعتمد عليه. لا كانسل، شوف حل تاني. شكله يبقى ممكن كلينيكال وحاجه ثانيه. هاخد ايه بقى؟ عينة بس عايز تدور في البايبسي على ايه؟ لا مش بكتيريا. لو جينا لو لقينا دكاتره في البايبسي شفنا فوم سامبلز، اسمه ايه؟ لو شفنا في البايبسي تي بي لايك جرانيولوما وداوت كازيشن، يبقى البايبسي شخص اي شخص. يقول لك والعيان ممكن تلاقي عنده في النيزل ديسشارج بكتيريا، ممكن اخد عينه من النيزل ديسشارج وافحص ايه البكتيريا، افحص البكتيريا بايه؟ بسبب اسمها ايه؟ زيل نيلسون ولا موديفايد زيل نيلسون؟ اللي اسمها ايه؟ فايت باراكو، فايت باراكوستيك، فايت فاركو ستيل. خلاص ده بالنسبه للايه؟ للسفر. في عندنا دكاتره نوع من انواع الليبروسي اسمه بوردر لاين. يعني ايه بوردر لاين؟ على المحك. بوردر لاين بين البنين، يعني انت في بروفلويد ولا انت البرومبس، انت مين فيهم؟ يقول لك انا شويه كده شويه كده. يعني مناعته حلوه ولا وحشه؟ بين البنين. يعني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. خلاص يعني ها ده اسمه بوردر لاين. بوردر لاين يعني بين ده وده. طب في نوع اسمه انديترمينانت او انديترمايند،
يعني ايه اندترمنت او اندترمنت؟ يعني مش قادر احدد نوعه. طب ليه مش قادر تحدد نوعه؟ يقول لك لان في عيان عنده ليبرسي في بداياته انيشال ستيج، يعني لسه في الاول، لسه في الاول، يعني لا زال طفلا صغيرا، لسه ما اعرفش بقى هيبقى كده ولا هيبقى كده، لسه في الاول في البدايات، يا ترى هيبقى حلو يا ترى هيبقى وحش، لسه في الاول. انا عرفت منين ان هو في البدايات؟ عرف في البدايات لان هم لقوا في البدايات شويه مكيولز بسيطه في الجلد، عملوا تيست طلع فيها بكتيريا، شاف فيها فوم او جرانيولوما كده يعني. انما العيان لسه ما عملش شكل مميز واضح. بصوا يا دكاتره تاني كده على موضوع الليبروس، يلا نراجعوا تاني مع بعض. يلا بيتعالج انتي بايوتكس بس. مرض الليبروس ده مش منتشر خالص، مرض الليبروس ده مش باين. مش حاجه، كل اللي محتاجين في الخنكه طبعا لازم يتحجزوا طبعا، الجزام دول لازم يتحجز. ليه يتحجز؟ عندهم مستعمرة، طالما مستعمرات الجزام برافو عليك، اتجوزوا مع بعض وعيشوا مع بعض. بس ليه ممكن يقعد من سنتين لحد 20 سنه انكيوبيشن بيريد. عارف يعني ايه انكيوبيشن بيريد؟ انكيوبيشن بيريد فتره حياه، فتره حضانه. يعني العيان عنده المرض يجي لك الانفكشن وانت مش عارف ان عندك انفكشن، تقعد 20 سنه عشان بس واحد بيصبح عليه الصبح كده يطلع لك شويه بكتيريا كده في الهواء وعن طريق الانهيشن حطيناها في المرض. معدي جدا رهيب المرض ده. تعالوا يا اولاد نقرا تاني بسرعه، نبص بصه كده سريعه بس تسمعوا كده وانتوا بتبصوا. يلا نفس اولا المرض ده اكيوت ولا كرونيك؟ جرانيولوما ولا لا؟ ايه المميز في الجرانيولوما ان حوالين فيري ديور؟ يبقى دي حاجه مهمه جدا. اسم البكتيريا ايه؟ مايكرو بكتيريا اللي هي بيبقى شكلها سيجنوبيوس مش جلوبيول قوي يعني سيجاريت بينها وبتتصرف بصبغه شبيهه بالتي بي موديفايد زيلنسن ستيت اللي بنسميها مايكرو بكتيريا ستيت. تمام؟ موديفايد زيلنس على الانكيوبيشن بيريد سنتين ل 20 تتنقل ازاي لعدوى كونتاكت ولا انهاليشن؟ انهاليشن اوف دامج سواء من السكين او من الميكوزا. الميكانيزم قلت عليه مهم جدا لان هو خلاص القصه كلها في الميكانيزم. الباثوجينيسيس البكتيريا بتنفكت مين تحديدا في العصب؟ الشوان سيلز. عندي عيان باد اميونيتي جود اميونيتي، الباد اميونيتي الماكروفيج فاجوسايتوسس ده بتكلم وبالتالي بتحول لخلايا اسمها كوم سيلز بتعمل كوم بريشر بس اخرها كده. العيان الجود اميونيتي ده مشكله لان الجود اميونيتي بيعمل سنسيزيشن لل تي هيلبر سيلز، والتي هيلبر سيلز بتستيميليت مين؟ سي دي 8 اللي بتكيل مين؟ شوان سيلز فبيضمها للعصب. وبتستيميليت مين تاني؟ ماكروفيج فبتعمل جران يلو تفرق ايه عن التي بي؟ لوكازيشن اند فيريو. فعملنا مقارنه ما بين الاثنين البرومتاس والتيبيكولايت، مين عنده ليجنز اكتر؟ ليبرو سيمتري. نوع الليجنز ايه؟ بابيولز ماكيولز. البابيول الكتير يعملوا شكل مشوه شكل الاسف بينما العيان التيبيكولايت عنده ماكيولز. النرف ده مش مين اكتر؟ ففي سنسور اللي هو صعود المناعه حلوه اللي هو التيبيكولايت. تحت الميكروسكوب النوع اللي بروميتس عنده ايه؟ عنده كومسس ومفصول عن الجلد بسكين زون اسمها جرين زون. بينما النوع التيبركلويد عنده تي بي سيميلر تي بي لايك جرانيولو ما فيهاش ازيشن وبيرن. مين اللي يطلع بوزيتيف بالبروميتس؟ التيبركلويد. مين اللي عنده بكتيريا اكتر في الاكزامينشن؟ اقل بروميتس. حلو؟ يعني ايه بوردر لاين؟ يعني ايه اند تريننج؟ مش عارف لسه ما عرفش حد. ده موضوع الليبروس يا شباب. في عندنا قصه سهله كده اسمها ساركويدوزس. موضوع اسمه ساركوي، سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ في الساركويدوزس ده كان شكل من اشكال الجرانيولوما اللي كان ليها سبب؟ ايديوباتيك. يعني ايديوباتيك؟ عيانه دكاتره بيجي له جرانيولوما بدون سبب.
حيواننا ما نعرفش نسميه. فدي بيسموها الساركويدوزيس. ما هي قصة الساركويدوز تفصيلا كالآتي؟ بص يا شباب، الساركويدوز مبدئيا قلنا ان هو مرض جرانيلوميتس. ركز كده معاك الحته اللي جايه دي في الديفينيشن. بص يا شباب، الساركويدوز مرض بيعمل جرانيلوما برضه سيميلر في بي بات ويزاوت كازيشن. قال لا ده طلع الكازيشن دي حاجه مهمه خالص، صح؟ ده طلع علامه من علامات ده انت تشوف كازيشن معنى كده ان انت مجرد ما تشوف كازيشن يبقى ايه تي بي كل اللي جاي، وده كازيشن وده كازيشن وده كازيشن، ده علامه مميزه للتي بي دايما. فيقول لك الساركويدوزز مرض بيعمل جرانيلوما which is similar to TB, TB like but without causation. وكمان زود عليها of unknown cause. ايه اللي جمع الخلايا وخلاها تعمل جرانيلوما؟ طبعا انا عارفش. طبعا العلماء مش هيغلبوا. لما ما بيعرفوش بيسكتوا ولا بيفتوا؟ لازم نفتوا. ويقوموا يطلعوا نظريات. يقول لك يمكن الناس دول عندهم مشاكل جينيتك. عندهم مشاكل ايه؟ جينيتك. وما هي علاقه الجينات بالجرانيلوما؟ ايه العلاقه يعني؟ حد يعرف علاقه؟ حد يعرف علاقه بين الجينات والجرانيلوما؟ ما هو قال لك ان في نظريه ثانيه ايميونولوجيكال، ممكن يكون عندهم مشاكل ايميون ديستربنس. يعني هو قال لك لو عنده مشكله ايميون او ايميون اهو، ده مشكله واحده. ايه جينيتك ده ايه بقى؟ اللي يجي لها مكان السيئة انا عشان كسير ما اعرفش لا 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 انت بتتكلم، لا ده نقص الفاكتور اللي هو بيكل الاورجانيزم بتاع التليل. ايوه ده لو في اورجانيزم، بس هم هنا مفيش اورجانيزم اصلا. فهو جينيتك ازاي؟ هو ما عندوش حاجه معينه ضعف مناعة خاص بالخلايا وراثي، معناه ان انت عندك اورجانيزم بس موجود ما عرفش ان هو مثلا عند مصنع بيتعرض لاشعاع بيتعرض كل دي نظريات. بص الفاتي مش الفاتي ليس له حدود يا عم سام، كلها لا ترقى لمستوى الفاكتس، كل دي فيرز الله اعلم ايه السبب. يعني نسيبها ونقول الله اعلم. بس لازم هو قال لك والله يمكن جينيتك يمكن اميون. لا يقول لك كانوا زمان يا دكاتره معتقدين ان هو اوتو اميون ديزيز. عارفين طبعا ايه اوتو اميون؟ يعني هم حبه الماكروفاج دول مش عاجبهم الحته اللي في المرض دي، قال لك يلا نروح نضربه. اوتو اميون بيهاجم السيلف انجين. بس هم كانوا دايما نظريات الاوتو اميون بتعتمد على ان الامراض مور كومن ان فيميلز. امراض المناعيه الاوتو اميون اكتر عن الرجاله والستات. نفس الفعل. لا لا بس اكتشفوا ان هذا المرض ايكوال ميل وفيميل. قال لك بيجي للرجاله اللي مش ميل. فهم مش عارفين السبب ايه. لقوا ان هو بيجي للميل وبيجي للفيميل، حطوا نظريه جينيتك، حطوا نظريه ايميولوجيكال وانون ايكولوجيكال. وبيجي في سن صغير مش كبير قوي، بيجي من 20 ل 40 سنه. المهم ان العيانين دول يا دكاتره تحت الميكروسكوب، ركزوا معايا في الحته دي بقى مهمه. تحت الميكروسكوب احنا قلنا المرض بيعمل ايه؟ جرانيولوما. شبه مين؟ طيب حد فاكر الجرانيولوما بتاعت التي في كان فيها ايه؟ كان فيها خليه كبيره ماكروفيج اسمها ايبيثيليويد سيل موجوده برضه. يعني عندي ايبيثيليويد سيلز؟ ايه هي بالظبط؟ وفي عندنا خليه عملاقه جدا مالتي نيوكليتد عامله نيوكلياي كريسنتريك لانج هانز جاينت سيل اللي هي لانج هاند جاينت سيلز، جاينت سيلز شويه ايبيثيليويد كتير مع بعض. وعندي خلايا دكاتره كانت بتحوط الجرانيولوما كده، خلايا سبندل اسمها ايه؟ فايبروبلاست. ناقص ايه؟ ايوه ليمفوسايتس. يقول لك يبقى الجرانيولوما ديت نيكد جرانيولوما عاريه من الليمفوسايت مكشوفه مش متغطيه، الليمفوسايت دي بتغطي الجرانيولوما. نيجد جرانيولوما ده اول فرق. نيجد يعني ما فيهاش ليمفوسايتس. وناقص ايه تاني على التي بي؟ ونو كازيشن. نو كازيشن دي العلامه الثانيه. يبقى الجرانيولوما از نيجد
يعني ما فيهاش كل الرينج اوف ليمفوسايت اللي بتغطيها ونو كازيشن، يبقى من الاطراف ما فيهاش ليمفوسايت ومن السنتر ما فيهاش كازيشن. امال فيها ايه بقى العلامه المميزه؟ يقول لك وجواها انكلوجنز. وايه انكلوجنز؟ يعني ايه؟ يقول لك لما جم دققوا النظر داخل الجاينت سيلز لقوا ان الجاينت سيلز بتحتوي على شوائب مميزه جدا كان لا يمكن نشوفها في التي في. ايه الشوائب دي؟ ركز معايا في الرسمه دي. يقول لك احد هذه الشوائب، بص يا ولاد ادي الجاينت سيل اهي، لقوا ان جوه الخلايا نفسها جوه السيتوبلازم، انا مش جوه جرانوما، جوه الخلايا نفسها، انا راسم جاينت سيل اهي، دي جاينت سيل يا ولاد اهي، جوه الجاينت سيل عندي اجسام على شكل نجوم حمراء. شفتوا نجوم حمراء؟ دي نجوم حمراء يسموها استيرويد بودز، استيرويد بودز، اجسام فلكيه. الاجسام الفلكيه دي عباره عن دول ايه؟ ميزوفيلك ولا ايزينوفيلك؟ ايزينوفيلك. وشكلها ستار شيب. عباره عن عباره عن ايه؟ يعني ايه 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 اللي جابها؟ ايه اللي كونها؟ الموضوع الساركويدوز بالذات ما تحاولش تبرر او تفسر الظواهر. ليه؟ لان اصلا اول الخيط مش معانا. هو احنا عارفين المرض سببه ايه؟ احنا ما نعرفش اصلا هو حصل ليه؟ فما تقدرش تفسر اي حاجه جوه. لقيناها خلاص ماشي خلاص مفيدة يعني هنشخص بيه استيرويد بودز. وفي عندنا دكاترة حاجة كمان بيقولك ان لقينا عبارة عن كالسيفيكيشنز، جسيمات من الكالسيوم عاملة لامينيشنز. لامينيشنز يعني طبقات عاملة زي قش البصل كمان، فسموها اسم العالم اللي اكتشفها شومان بودز. اسمها شومان بودز. يبقى انا عندي استيرويد بودز وشومان بودز. هي ايه الشومان بودز؟ الشومان بودز عبارة عن لامينيشنز، لامينيتد بودز، لامينيشن طبقه طبقه طبقات ايه؟ انا بس رسمتها باللون الايه؟ رسمتها باللون الازرق يا ميزوفيلك لانها معظمها كالسيوم اند ايرون اند بروتين. كالسيوم ماسك في الحليب ماسك في البروتين. جه منين الكالسيوم؟ جه منين الايرون؟ جه منين البروتين؟ الله اعلم. انا عندي استيرويد بودز. انا بقى معلومات مهمه دكاتره معانا في العمل هنشوفها برضو. استيرويد بودز وشمان بودز. طيب قولوا لي ثاني المايكروسكوب. يلا لو اشوف ايه تحت المايكروسكوب. بشوف ايه؟ تي بي لايت جرانيلوما. وصفه نفس وصفه التي بي، ولكن يفرق عن التي بي جرانيلوما ثلاث حاجات. من بره ما فيهاش ومن جوه ما فيهاش كازيشن، والعلامات المميزه انكلوجن اللي هم ايه بقى؟ استيرويد بودز وشومان بودز. الشومان بودز عباره عن ايه ولا مكونه من ايه؟ كالسيوم ايرون اند بروتين. ده بالنسبه للايه؟ للمايكروسكوبيك بيكتشر. يقول لك هذا المرض المجهول الهويه اللي مش عارفين سببه ايه؟ بيحصل فين في الجسم؟ بص يا ولاد بيجي في اماكن خطيره جدا. هو عامل زي التي بي. اشهر مكان في الساركويدوز زي اشهر مكان في التي بي. التي بي اشهر مكان ايه؟ يقول لك رقم واحد الدكاتره بيجي في اللنج. 90% من الحالات اللي عندهم ساركويدوز بيجي لهم في اللنج. يقول لك طب ايه المشكله لما بيجي في اللنج؟ المشكله لما بيجي في اللنج ان الجرانيلوما نهايتها فيها فايبر بلاست ولا فيهاش فايبر بلاست؟ مش قلنا في فايبر بلاست؟ فيها فايبر بلاست، مش لمبو بعد بس في فايبر بلاست. الفايبر بلاست دي بتعمل ايه؟ يعني معنى كده ان الجرانيلوما نهايتها خلايو، خلايو فريال. ايه المشكله يا دكاتره لو حصل فايبروس في اللنج؟ هي ايوه التليف في الرئوي يزعل مين؟ يزعل البلمونري ارتري، لان البلمونري ارتري اللي بيغذي الرئه اللي داخل على اللنج هي اطرافه هتتقفل، البلمونري ارتري الصغيره هتبقى مقفوله تليف. يقوم الضغط يحصل فيه ايه في البلمونري ارتري؟ يعني العيان يجي له بلمونري هايبرتنشن
ضغط البلمونري ارتري يزيد. طب ايه المشكله يعني؟ ما يزيد يعني. ايه المشكله لو ضغط البلمونري ارتري زاد؟ مش عارفه في حاجه يعني؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه. مفيش حاجه. بالمونري ارتري طالع منين؟ من السلسله اسمه السلسله. بالمونري ارتري طالع منين؟ من الليفت ولا من الرايت؟ رايت. بالمونري ارتري طالع من الرايت وضغطه عالي يبقى المقاومه قصاد الرايت زادت ولا قلت؟ المقاومه زادت. انا عندي البالمونري ارتري ضغطه عالي والرايت بيضخ دم في البالمونري، فانا عندي الضغط عالي هنا وانا بضخ له دم وهو ضغطه عالي، فالمقاومه على الرايت زياده في اوفر لود زي يقوم يحصل في الرايت سايد هارت فين يفشل. ده من اشهر اسباب الرايت سايد هارت فيلير، فشل الناحيه اليمين في القلب، ان العيان يعلى ضغط البلمونري. ليه ما يحصل لان القلب هو يا ولاد الناحيه اليمين طالع منها بلمونري ارتري، البلمونري ارتري ضغطه عالي. ليه ضغطه عالي؟ لان اللنج مسدوده مقفوله مش عارف اضخ دم. طب انت مش عارف تضخ دم، اليمين ده هيشتغل كويس؟ الضغط بالنسبه لليمين عالي، المقاومه عاليه. المقاومه العاليه تعمل فشل في اليمين مع الوقت. فالعيان ده يدخل في رايت سايد هارت فيلير. بيسموها كور. بيسموها ايه؟ كور. كور يعني قلب. بالمونير. يعني ايه بالمونير؟ بالمونير. كور بالمونير. كور بالمونيل بتطلق على فشل الناحيه اليمين في القلب رايت سايد هارت فيلير لما العيان ضغط البلمونري بتاعه يعلى. ودي اكبر واخطر واهم كومبليكيشنز ممكن تحصل. الهايبرتروفيال دايليتيشن في القلب وده اللي بيحصل. ده اسمه باثولوجيكال هايبرتروفيال. باثولوجيكال ان يحصل لي تضخم في عضله القلب بسبب ضغط عالي. مش تضخم عشان بلعب رياضه بعمل اكسرسايز والقلب بيضرب كتير، لا ده اللي بيحصل تضخم عشان في ريزيستنس. تضخم ضد ريزيستنس ده هيعمل فشل مع الوقت. يدخل في رايت سايد هارت فيلير. خلاص؟ دي بيسموها كور بالمونيل ودي اكبر مشكله ولاد بتقابلنا في عيان الساركويدوزس ان يحصل تليفات رئويه. في مشكله ثانيه. ولكن المكان رقم اثنين اللي بيجي فيه ساركويدوزس هو الليمف نودز. طب ايه المشكله الليمف نودز يعني؟ جرانيولوما جوه الليمف نود، هتكبر الليمف نود ديسكريت بعاد عن بعض وتبرد. ولا سبريد ولا حاجه وفي انفكشن؟ مفيش انفكشن. مفيش انفكشن. المشكله انهي ليمف نود؟ هاي لانج. مين الهاي لانج دي؟ برونكيال. مين البرونكيال دي؟ بايلاترال هايلر اند برونكيال ليمف نود انلارجمنت. طب ايه المشكله؟ لو حصل يتكاثر تضخم في الغدد الليمفاويه اللي موجوده في الشيست هتضغط على البرونكاس، تضغط على البرونكاي. طب لو ضغطنا على البرونكاي الهواء يدخل هناك يبقى عندنا هيمو ديزني. هتحس بايه؟ ديزني، تتخنق. لان يقول لك موقع الليمف نود هو اللي خطر، لانها هايلر او برونكا الليمف نود هو بايلاترال على الناحيتين، هتكمبرس البرونكاي هتعمل بريشر ضغط على البرونكاس اللي عندي هيمو ديزني. يبقى اذا موقع المرض هو اللي خطر. مرض في حد ذاته ما هوش مشكله كبيره، ولكن المكان انك تعمل تليف رئوي يبقى ياثر على القلب. تعمل تضخم في الغدد الليمفاويه في الشست يبقى ياثر على النفس. فمكان المرض هو اللي غلط. ثوراسيك اورجنز وده 90% من الحالات. 90% من الحالات بتيجي في الشست. لانج وليف نودز. طب وبقيه الحالات يقول لك في حالات يا دكاتره بتيجي في العين. سمعتوا انتوا عن جرانيولوما في العين دي قبل كده؟ جديده دي. يقول لك بس فين في العين بقى؟ يقول لك تتكون الجرانيولوما شبه الغلاسه. جرانيلوما جوه اللاكريمال جلاند. طب يحصل ايه في اللاكريمال جلاند؟ هي مصير الجرانيلوما ايه؟ فايبروس. عشان يحصل تليف في اللاكريمال جلاند غدد الدمعيه مسدوده. طب ايه المشكله مع ان ما يبقاش عنده غدد دمعيه؟ مفيش دموع. طب ايه المشكله؟ كاس. دي بيسموها زيرو ثالبيا. زيرو ثالبيا. يعني ايه زيرو ثالبيا؟ كلمه زيرو يعني زيرو. جفاف. زيرو فثالمي. زيرو فثالمي يعني جفاف في العين. طبعا جفاف العين يعمل قرح ويعمل انفكشن ويبهدل العين. يبقى لو حصلت في العين بتعمل زيرو فثالمي. كويس؟ من ضمن الحالات يقول لك ممكن يا دكاتره الجرانيلوما تيجي للبون مارو. ايه مشكله جرانيلوما في البون مارو؟ في نخاع العظم. الوضع عليك موقف. ها؟
بون مارو في النخاع العظمي ايه مشكلته؟ هي السيليو بون مارو ديبريشن. هو ايه وظيفته؟ خلايا خلايا هتحدث ثاني ممكن عامل له انيميا يعني بون مارو ديبريشن. طيب ومن ضمن الاماكن يا دكاتره اللي ممكن يجي فيها جرانيلوما الجلد، بس اللي عنده ظاهره غريبه مش هنحاول يا سامح نفسرها لان هو مش عارفين تفسير. بيقول لك ان العيان دوت عنده السكن، بص يا اولاد قاعده كده، يقول لك العيانين دول نسبه مش قليله برضه، يقول لك العيان جلد الوش فايلت بنفسجي وجلد الرجل احمر اريثيمكس وش بنفسجي ورجل حمر. ايه الظاهره الغريبه دي؟ يعني ايه تفسيرها؟ ايه تفسيرها يا سامي؟ النور. فيقول لك السكن بلاقي فايلت او بيسموها فايوليشس، فايوليشس يعني فايلت يعني فايوليشس فليكس يعني بقع او مناطق عاليه لونها بنفسجي مو فايلت، وبلاقي في الرجل مناطق كتل لونها احمر سموها اريثيما. يعني ايه اريثيما؟ احمر. اريثيما نودوزا يعني نديول حمراء. هم يحبوا يدلعوا الكلام ده، ما تقول نديول حمراء بيت نديول يعني. اريثيما نودوزا فايوليشس فايلت بليكس، يبقى فايوليشس او فايلت بليكس مع اريثيما نودوزا ده بيحصل في الجلد. ممكن يا دكاتره هذا المرض تلاقي العيان عنده، ممكن يجي في السبلين تلاقي العيان عنده سبلينوميجالي او هيباتوميجالي تضخم في الطحال والكبد، جرانيلوما بتملى الطحال والكبد. ممكن يجي ان اذر اورجانز، ممكن يجي في الباروتيد جلاند. ايه وظيفتها؟ تعمل ايه فانكشن الباروتيد جلاند؟ ايه؟ ده نشن بقى على السكريشنز، فيعمل تليفات في الدم الباروتيد. طبعا ده في الباروتيد يعمل تليف في الباروتيد ما يفرزش لعاب بقى، يبقى اسمها زيرو ستوميا. هو كان عنده زيرو زيرو فهم. يقول لك العيان لو عنده ميكس عين جافة وفم جاف بيسموه ميكوليكس ديزيز. بيسموه ايه؟ ميكوليكس ديزيز. يقول لك لو وصل العيان لهذه الثنائية ان عنده زيرو فالميا زيرو ستوميا بيسموه ميكوليكس ديزيز. يبقى الميكوليكس ديزيز عنده مشاكل في اللاكريمال ومشاكل في الايه؟ في الباروتيد. يبقى ممكن يجي في الباروتيد فيعمل باروتيتس يوصل لزيرو ستوميا، واذا كان معاها زيرو فالميا نسميها ميكوليكس. يقول لك ممكن السارجويدوز يجي في اي اورجن. رايحك في الاخر ولا فاهم؟ طيب ومن ضمن الاماكن اللي بيجي فيها ممكن يجي في الشورت بونز يا اولاد، ممكن يجي في العظم القصير بتاع الايدين والرجلين. ولسبب ما بيقول لك العظم دوت بيتاكل ريفايد. هو العظم يبان في الاشعه من ايه؟ يعني فاتح ولا ابيض؟ ابيض. يقول لك العيان تيجي تصور ايده حاجه كبيره جدا، تصور ايد العيان كده في الاشعه ما تبانش. ما تظهرش في الاشعه. ما هي باينه قدامك اهي وانت ماسكها اهو اهو ايد اهي. حطها بقى في الاشعه تختفي. راديو ليوسنت. راديو مش عارف. ليوسنت شفافه في الاشعه ما تبانش. لا ما تعرفش سبب ايه بقى. خلاص جدع. فبنلاقي ان الفالنجيز او الشورت بونز ار راديو ليوسنت. لو سمحتوا يا دكاتره قولوا لي تاني الاماكن اللي بيجي فيها سارجويدوز بسرعه بالترتيب. رقم بالترتيب الترتيب الاهميه. رقم واحد ايه؟ نهايتها فايبروزس مور بالمنيه صح؟ اثنين الفلوز هايلر برونكيال، ومشكلتها انها بتكمبرس البرونكاي فتعمل ايه؟ طيب المكان رقم ثلاثة الاي لاكريمال جلاند. فالعيان يجي له ايه؟ زيرو فالمي. افتكر بعدها على طول ده عشان بس ما تنساش. باروتيد فيجي له زيرو ستوميا. لو زيرو فالمي مع زيرو ستوميا كوكتيل ميكوليكس ديزيز. في اماكن ثانيه اللي بعده ميجا لي سكرين وميجا لي العظم يحصل له ريفراكشن او ديليوسن وبون مارو مارس. بص يا جماعه كيف يتم تشخيص الساركويدوزز؟ بيشخصوه ازاي؟ لا بص بقى في شويه علامات انت مش هتعرف بس بعد اقول لك العلامات. بص يا دكاتره اول وسيله لتشخيص الساركويدوزز لا قولوا مش كومن. لا زيرو فالمي يا عم. لا خش
خد بيبسي. اخد بيبسي منين؟ ما اما من اللانجا او من الليف نود. بس مين اسهل طبعا؟ اخرم لانجا ولا اخرم غدد؟ الليف نود اسهل. فبياخدوا غالبا العينات من الليف نود، خاصه ان هم 90% من الحالات عندهم الليف نود الاشبط والانجليشن، فيهم واخدين من الليف. ادور على ايه؟ انت واخد من الليف نود، عايز تدور على ايه يعني؟ جرانيولوما. ايه المميزات؟ من بره ما فيهاش ليمفوسايت، ومن جوه ما فيهاش اسيشن، وفيها انكلوجنز اثنين اللي هم الاستيرويد والشومان. يبقى شخصت السرطان. اذا فشلنا في اخذ عينات او ما يعني ما كما تيسرش الموضوع دوت، بص يا دكاتره، بيقول لك ان العيانين اللي عندهم ساركويدوزز عندهم هايبر كالسيميا، عندهم كالسيوم زياده في الدم، وربما يكون هذا الكالسيوم هو تفسير الشومان باص. يمكن. بس الكالسيوم عيني في الدم ليه؟ يقول لك لان الماكروفاج بتفرز فيتامين دي. ايه علاقه الفيتامين دي بالكالسيوم؟ طب ليه الماكروفاج بتطلع فيتامين دي يا سامح؟ خلاص؟ ومن ضمن الحاجات اللي بتنتجها الماكروفاج في الدم بتلاقي بخط فرم. طبعا عارفين يعني ايه اس؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزايم. لقوا ان الماكروفاج بتنتج انجيوتنسين كونفرتنج انزايم بنسب عاليه. بتنتجه ليه؟ ما نعرفش برضه. يبقى بلاقي من ضمن الحاجات، بس دي علامه بتساعدني يعني. اللي عندي قيس الكالسيوم تلاقيه عالي، اقيس الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم الاقيه عالي. اخد عينه من الليمف نود الاقي فيها جرانيولوما بتاعت الساركويدوزيس. يعني لذيذ. هقول لك قبل بس اقول السؤال الغريب، ان بص يا ولاد، بعد كل القصه الطويله اللي قلناها ديت، لا لا هو علاج، علاج اللو سبريشن، هو بيدي كورتيزون. بس هو انا عايز اقول لك ان القصه دي كلها بيقول لك 70% من الحالات بتيجي في الوقت، 70% من الحالات لوحده، يعني هو مات خلاص. 20% بس هو اللي ممكن يدخل في تليف في الرئه او يدخل في مشاكل في الرئه. 10% بس هو اللي ممكن يدخل في باك فيش. انما الغالبيه 70% بيكتبوا بعد كده. يلا براحه بسرعه. ما اقدرش الكوميونيكيشن ممكن يكتب واحد. ممكن يكتب حتى لو وصل. المرض اللي فاكره بيجي في مكان واحد ولا مالتي سيستميك؟ جرانيولوما شبه مين؟ تي في بانك داوت اسيشن والايتيولوجي از ان نو. مين ولا في مين؟ السن كبير ولا صغير؟ 20 40 سنه. الجرانيولوما تحت الميكروسكوب بتتميز بثلاث حاجات تفرقها عن التي في. من بره وداوي ليمفوسايتات، ومن جوه مفيش اسيشن، وفيها انكلوجنز اثنين. استيرويد بودس وشومان بودس. يعني ايه شومان بودس؟ كالسيوم ايرون بروتين. ايه الاماكن اللي بنشوف فيها ساركيدوز في الجسم بالترتيب؟ لم ليف نود ايلر وبرونكيال، فتعمل ديزني. الاي باروتيد زيرو سوميا، الاثنين على بعض اسمها ميكوليكس ديزيز. الجلون الوش ايه؟ هو لون الرجل ايه؟ يسموها ادريما نودوزا. وفي اماكن اخرى زي السبلين والليفر والريفاكشن هالبيدي والسلفينجز. وطريقه التشخيص زي ما قلنا في الاعراض، اولاب كالسيوم ويس وليمف نود متلقمه ناخد منها عينه. ده بالنسبه للايه؟ ورقه الوش. طيب عندنا قصه دكاتره غريبه اسمها اكتينومايكوزيس. النهارده شويه حكايات غريبه كده عجيبه في الشكل. بس السؤال غريب يا كريم، اللي هو العلاج طلع اه ماشي. بصوا يا شباب، عندنا دكاتره في مرض، عايزكم بس تركزوا في العنوان ده. في عندنا مرض عجيب الشكل، غريب المنظر، اسمه اكتينو او اكتينو مايكو. اسالكم كده سؤال، انتوا طبعا بتدرسوا مايكرو السنه دي صح؟ لا مفيش لابو. اكتينو مايكروزس بس في عندنا بقى. طيب انا سؤالي بقى بيقول لك اكتينو مايكروز، ماشي. انا بس عايزك تقول كلمه مايكو، مش مايكرو، مايكو. يعني ايه مايكوتيك؟
مايكوتيك المايك كلمة مايكوتيك أو مايكو معناها فانجس معناها إيه؟ ما تكتبش تكتب إيه؟ ما تكتبش حاجة كلمة مايكوتيك علميا اسمعناها فانجس ولكن هذا المرض not fungal كانوا معتقدين أنه فانجس ليه؟ لأن البكتيريا اللي بتعمل مرض بكتيريا بالمناسبة البكتيريا اللي بتعمل المرض ده دكاترة بتعمل كولونيز مستعمرات كبيرة جدا تظهر وكأنها فانجس الفطر دايما حجمه أكبر من البكتيريا بس البكتيريا يقول لك لأنها بتعيش بتعمل مستعمرات ضخمة جدا فكانوا زمان معتقدين أنها فانجس طلع كلام مغلط وفي الآخر اكتشفوا أنها بكتيريا اسمها إيه بقى البكتيريا؟ ولا لازال اسم ده بيسكر لحد النهاردة اسمها إيه بقى البكتيريا يا دكاترة؟ البكتيريا اسمها أكتينو مايسز اسمها ايه؟ اكتينو مايسز اكتشفها عالم يهودي اسرائيلي فسموها اكتينو مايسز اسرائيلي سموها اكتينو مايسز ايه؟ اسرائيلي اكتينو مايسز اسرائيلي عايشة فين الاكتينو مايسز اسرائيلي البكتيريا الاسرائيلية؟ عايشة في مخنا ده الاكتينو مايسيس اسرائيلي كومنسل عايشه في بق كل واحد فيكم دخلك شوف دخلك اسرائيل جوه بقك الاكتينو مايسيس اسرائيلي كومنسل عايشه في الجسم اصلا يعني هي كانت موجوده اصلا يقول لك البكتيريا دي كومنسل للاورال كافيتي والجي اي تي والفاجينا عايشه في الجسم طب البكتيريا اللي عايشه في الجسم يا دكاتره ليه بتعمل انفكشن؟ ما اصل كلمه كومنسر كلمه فلورا يعني فلورا يا صديقه ما بتعملش حاجه يعني بس هي عادتها زي اليهود انتهازيه بنستغل يقول لك مجرد ما يحصل ميوكوزال انجري اصابه في الفم يعيش في البق مجرد ما يحصل ميوكوزال انجري البكتيريا اللي كانت زمان محترمه النهارده بقت باثوجينيك وتقلب تعمل خراج خراج بشع يعني ايه ميكوزا الانجل زي ايه مثلا؟ اصابه في الفم زي ايه؟ مثلا واحد بيتكلم عض كده بيتكلم كده قرح جوه البق دنتال اكستراكشن راح دكتور اسنان دكتور اسنان مش دكتور اسنان قوي يعني فهو شغال في بقه مشطط من جوه معور تمام كل دي اصابه اشمعنى اورال انسرز او اورال انجري؟ لانها عايشه في البق ده اكتر مكان ممكن يجي له اصابه. طيب يقول لك يبقى البكتيريا منتظره حاجه واحده ان يحصل اصابه في الميكوزا تقوم البكتيريا تدخل داخل هذه الاصابه وتبقى باثوجينيك وتعمل خراج. ارجوكم ركزوا معايا يا اولاد في المايكروسكوبيك بيكشر برسمها دي دلوقتي عشان تعرف اسمها فانجل او اعتقد انها فانجس. يقول لك البكتيريا اليهوديه دي تحت الميكروسكوب تبان ازاي؟ البكتيريا دي بتبان تحت الميكروسكوب مستعمرات ضخمة جدا كولونيز شايفين عمال اعمل ايه؟ شايفين الشخبطة اللي عامل الشخبطة دي؟ شايفين الشخبطة دي كويس؟ شايفين الشخابيط دي؟ كولونيز of basophilic filaments مش شخبطة دي filaments لونها ايه؟ بيزوفيلك عاملة كولونيز مستعمرات ضخمة جدا مستوطنات زي اليهود كده ضخمة جدا يقول لك احنا هنسيب اليهود قاعدين في مستوطنات من غير ما نضايقهم لا هم محققين عاملين شوية قنابل كده شوية مقاومة شوية ادي شوية قنابل اهي ولا يقول لازم شوية بومب كده عمال يضرب حوالين المستوطنات كان فاضي يقول لك البومب ده ايه عباره عن ايه يعني؟ اميونوجلوبل هيعمل ايه مع المستعمرات دي؟ بيقولوا عليها ايزينوفيليك كلابز ايزينوفيليك كلابز كور كتل مفرقعات مكونه من الاميونوجلوبل اللي لونها احمر ولا ليها ريحه لازمه مستعمرات ولا بتضرب اميونوجلوبل ولا اي حاجه مش هتموت البكتيريا يعني عشان كده دكاتره الجسم يعمل حواليها ايه بقى؟ جرانيلوما تلاقي جرانيلوما جميع انواع الخلايا اللي انت عايزها
هتلاقي ماكروفيج وهتلاقي بلازما سيل وهتلاقي لينفوسايت وهتلاقي ايبيثيليويد وجاينت وزي ما تقول قول زي ما انت عايز. بس ما تنساش ايه بقى؟ في خلايا مهمه ما تنساش باس سيلز، لان الجرانيوما ايه؟ سابيورت. يعني كلمه سابيورت يا باس يا صديق، يعني حق الميكروفيل اللي جت، يعني الميكروفيل جت لي هي بتفيس كده في الهيصه بقى ماتت اتقتلت اتضربت. طب وبقيه الجرانيوما الخلايا دول بيعملوا ايه؟ ولا اي حاجه، زي العرب يقعدوا يقللوا ويهيصوا ويعملوا هيصه كده حوالين البكتيريا، ولا هي بكتيريا قاعده واحنا حواليها بس. ادي يا سيدي اكيد مركزه مستعمرات ضخمه جدا. وصفهولي تاني مايكروسكوبك. يلا يلا احنا قلنا السنتر مش الشخبطه دي ميكولز لونها ميزوزوفيل والبكتيريا شكلها فيلمس. جميل. قنابل البومب دي اسمها ايه؟ ايزينوفيليك كلابس، عباره عن ايميونوجلوبولينز ولا له ريحه اللازم. هيبقى حواليها جرانيلوما نوع واحد ولا ميكست؟ كل الخلايا موجوده بما فيهم باسلز ولا ليها ريحه اللازم برضه. وفي الاخر يحصل شويه هيلينج بجرانيليشن تيشو فايبرز، شويه تلاقي في المكان ده. المنظر تحت الميكروسكوب، وده برضه عندنا سلايد في العمل. ايه الاماكن يا دكاتره اللي بيجي فيها اكتير مايكروس في الجسم؟ طيب انا اقول لكم المكان الاولاني وسؤالي ليه؟ يقول لك اول نوع من انواع الاكتينومايكوزيس اسمه سيرفايكو فيشيال. ليه سيرفايكو فيشيال؟ يعني ايه سيرفايكو فيشيال الاول؟ الرئه ده والوش. ليه سيرفايكو فيشيال؟ معنى ده اكتر نوع 60% من الحالات عايشه هنا مستنيه ايه؟ اورال ايدج. يبقى النوع اللي اسمه سيرفايكو فيشيال بدا باصابات في الفم. يقول لك واحد بينضف سنانه جامد عور نفسه. توث اكستراكشن. السر. بس عايز اقول لكم برضه معلومه مهمه. مش اي حد هيعور بقه من جوه، كلنا بنقولها في المجتمع يعني عادي، قلع وقرح عادي يعني. مش اي حد يجيله الكلام ده يجيله بكتيريا. لا، لسبب ما ما نعرفوش بكتيريا تنشط عند الناس بس لا. يعني مش اي حد يجيله قرح هتجيله البكتيريا تعمل له انفكشن. يعني البكتيريا موجوده مش هتعمل انفكشن في اي حد. المهم بس هم لقوا ان كل الناس اللي جالهم الانفكشن بدات بورا الاسر. طيب ركز بقى شوف معايا هتعمل ايه. اقول لك نفاجئ كده ان وش العين اتنفخ اكستنسيف سويلنج وكانه خراج. هو خراج فعلا لانه سابيورت. الخراج المفروض بيفتح فتحه واحده ولا فتحات كتير؟ صح كده؟ يقول لك بس ده عباره عن اكستنسيف سويلنج وذ مالتيبل ساينسز. تلاقي وش العين ورقبته مخرمه فتحات كتير يخرج منها ايه؟ الصديد اللي احنا نعرفه صلب ولا سائل؟ صح؟ يقول لك لا ده صديد صلب ناشف. ليه؟ لان البكتيريا الكولز احجام كبيره. فيقول لك الصديد ناشف ثيك باس بيسموه صل. كلمه مهمه صل فر جرانيول وكانه حبيبات كبريت. يعني العام بيقول لك انا ما بجيبش صديد سائل مفيش ميه بتنزل، ده انا بطلع كريستالات ناشفه قوه كتل كلاكيع ناشفه خارجه من الاخرام اللي موجوده في الجلد. يبقى العيان ده يا شباب عنده سويلنج سنسيف سويلنج وفي مالتيبل اوبننجز فتحات او مالتيبل ساينسز بتطلع تك باس اسمه سلفر ايه؟ جرانيولز. طيب بص بقى معايا، هو طبعا البكتيريا الاسهل انها تخرج من بره ولا تخرج من جوه؟ من جوه. اسهل اسهل جوه طبعا. هي اصلا جوه اكيد هي اصلا جوه وجوه جوه سوفت بيه سوفت يعني خلال عشان تخرج من بره تخرمت عضلات يعني صح؟ زي ما خرمت بره وقبلها هتكون خرمت جوه. فالعيان هو نايم يا دكاتره بيحس وهو نايم ان في كلاكيع صديد ناشفه جوه. ممكن يصحى من النوم يتفتفش بس هو ممكن يشرب ممكن يبلعها هو نايم. فلو بلعها بيعدي مين؟ الجي اي تي. ولو شرب بيعدي مين؟ اللنج. فالعيان ممكن يجي له بالمونري اكتينومايكوزيس ثوراسيك وممكن يجي له ابدومينال اكتينومايكوزيس اليوسيكال. طب تعالوا ناخد بتاع ده تعالوا. هيعرضوا مشكله في الجي اي تي؟ لا ده هي البكتيريا اوريدي خلاص بقت باثوجينيك، يعني هي موجوده في المورال كافيتي هي باثوجينيك، هي جاهزه باثوجينيك بتعمل صديد خلاص. هي البكتيريا اتحولت.
باثوجينيك بقاش كلور، يعني تقدر تعمل نكروز وتدمر وتكسر وتنزل تعمل نفس بشكل تعب. وممكن يحصل زي ما انت قلتي لو حصل اصابه في الجي اي تي او قرح في الجي اي تي لاي سبب لاي مرض، ممكن اللي في الجي اي تي تتنشر، بس ده ما عندوش سرفايف بيشن. تمام؟ طيب بص انا هتكلم عن النوع اللي اسمه ابدومينال. يقول لك البكتيريا لما بتعيش في البطن او بتيجي تعمل صديد في البطن بتعيش في منطقه واسعه وهاديه اللي هي مين؟ سيكم. سيكم يمين ولا شمال؟ يمين. سي ليه سيكم؟ واسعه ركن البعيد الهادي اجمل مكان في الناس فهي قاعده في السيكم. وخلي بالك ان السيكم عامله فيه ابندكس وفيه اليم تيرمينال اليم، فكل المناطق دي قابله للعقل. بيقول لك لما بتيجي ابدومينال بتعيش في مناطق واسعه منفوخه سهل انها تستقر فيها وما تنزلش مع الاسطول بسرعه، فتنفخ السيكم. هتعمل ايه بقى في السيكم؟ ركز بقى معايا، هي جت منين الاول؟ اللي نزلت في البطن جت منين؟ اللي عمل ايه؟ سوالو. بص بقى معايا، ادي دكاتره السيكم اهو، ادي دكاتره الابندكس اهي، ادي دكاتره الاليام تيرمينال اليام اهو. عندي كمية صديد ناشف كتير جدا جوه هذا المكان. بنسميه ايه الصديد الناشف ده؟ سلفر جرانيوم. يقول لك طيب هذه البكتيريا عندها قدرة على الاختراق، تعرف تخرم؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ مش خرمت الوش؟ هتخرم السيكم؟ لا هتخرم الابندكس. هتخرم السيكم ولا لا؟ هتخرم ابوه، وهي مش خرمت عضلات فوق، تخرم السيكم طبعا. فتقوم تعمل بيرفوريشن للسيكم وتفتح يا دكاتره على البطن بفتحات، العيان يبقى بطنه ناحيه اليمين مخرمه مالتيبل ساينسز بتطلع ثيك باس سلفر جرانيوم. بكتيريا بشعه يهوديه. ما تعملش ابنسايتس؟ وابنسايتس؟ ماشي دكاتره يعني. فيقول لك بتعمل مالتيبل اوبننجز، بتفتح بمالتيبل ساينسز على الابدومينال وتفتح على البطن. ده كده طب هي بكتيريا بتفتح على البطن بتخرم في البطن وبتخرم في الوش. لو قابلها وهي ماشيه كده يا عم سامح، وهي ماشيه كده في السكه قابلها برانشات الفين، تخرم فين ولا ما تخرمش فين؟ طبعا. فتخرم الفين وتتحرك مع مسار الفين. الفين بتاع الجي اي تي بيروح فين؟ يعني معنى كلامنا ان البكتيريا هتوصل للليفر ويجي له هيباتيك اكيلو مايكوز. هتعمل ايه في الليفر؟ تخرم الليفر. ده بيقول لك الليفر بيبقى حفر، الليفر بيبقى حفر وكانه خليه نحل. عارفين خليه النحل؟ بيسموا خليه النحل، خليه نحل، خليه النحل بيسموه هاني كومب ليفر. هاني كومب ليفر عامل زي خليه النحل مخرم كله تجويفات. طبعا البكتيريا اللي تعرف تخرم الليفر تخرم الدفرام تطلع الدفرام. يا سلام، خرمت الدفرام دخلت على مين؟ الحمد لله على السلامه بينا في الله. هو لسه ما ماتش كل ده؟ ما تموتش والله احسن. هو بيعيش متعذب بالصليب. يقول لك طيب سؤال يا ولد، لو انا عندي عيان عنده بالمونري او ثوراسيك اكتينومايكوزيس في اللنج، قول لي كده اللنج يجي لها كتير ما يجوز ازاي؟ ايه الاحتمالات؟ واحد لما يشرب اور ينشرب، اثنين هيباتيك اللي خرم، ثلاثه بلد سبريد. يبقى اللنج ممكن يجي لها ثلاث طرق، يا اما جاي عن طريق الاور ينشرب، يا اما عن طريق الهيباتيك اللي خرم على اللنج، يا اما عن طريق الدم. وفي جميع الحالات عندي سؤال ثاني، يقول لك الصديد التقيل ده هشوفه اكتر ايبيكال ولا بيزل؟ فوق ولا تحت؟ ايبيكال. ها؟ فوق ولا تحت؟ صديد بيزل. ليه بيزل؟ تقيل جدا. تقيل جدا. فيقوم نازل في قاع الرئه. قول لي بقى يخرم لنج. يخرم لنج؟ خرم عضلات وخرم يخرم اللنج، يعمل بيرفوريشن لللنج الاقي مالتيبل اوبننجز ويطلع الدكاترة من اللنج على البلورا، يقوم العيان ده يجيله صديد في البلورا بيسموه امبايما. بيسموه ايه؟ امبايما.
خرجت من التخرم الاولى تخرم عضلات تخرم عضلات تخرم عشيس وقعد يا ولد تخرم اي حاجه ما تخرمش العضله وتخرم اي حاجه يقول لك فالعيان ده يبقى عنده مالتيبل اوبننجز على الشيست بتطلع سالفه دكتور مش هيروح تلم مع اكيد عن الفلاند هتروح للقلب بس يعني بس ما لم تذكر حالات ان عمل كالكوليشن للقلب يقول لك ده بس ده انتبيوتكس الفاجينا ده بيقول لك تيجي ازاي يقول لك لو حصل اصابه لليوترس عن طريق انترا يوتراين كونتراسيبتيف ديفايس عن طريق ايه انترا يوتراين كونترا يعني كلمه كونتراسيبشن منع الحمل انترا يوتراين كونتراسيبتيف ديفايس هو ايه ما يقولكش فكره الديفايس يعني لا فكره ان هو حاجه كهرباء ولا غاز بتطلع حته حديده ب 5 جنيه ده لو اللوب ده معنى الحبل يقول لك لما الفيميل بييجوا يركبوا لها اللوب بس ازاي؟ الفيميل لما بييجوا يركبوا لها اللوب لو واحد مش فاهم ممكن يعورها من جوه اليوترس طب هو اللوب وهو داخل واخد معاه البكتيريا من الفاجينا يعيش من الفاجينا وعايش في الدور الكامل فيقول لك داخل البكتيريا دخلت على اليوترس وراح حصل اصابه انجري في اليوترس عن طريق اللوب وممكن يحصل بلفك عند الفيميل في حالات الاصابات بسبب الانترايترين كونتراسيبتيف ديفايس. انا الشيء انا هي موجوده في الفم صح؟ اه. نعمل تقدر بالفم يعني حد يزول على يعني ما انا قلت لك ما انا لسه قايل ايه؟ ما لسه قايل ايه؟ مش اي حد بيحصل له اصابات في الفم بيجي له اكيمونوس. كل الناس عندها اصابات في الفم. علامه استفهام بقى ليه عند بعض الناس بتنشط وناس لا؟ يلا يلا الدكاتره راجع الكلمه بس بسرعه يلا 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 اسهل اسهل الموضوع سهل يعني هي قصه كده سهله احداث ورا بعض. انتي بيوتكس عارف انتي بيوتكس توقف؟ اه بتفرق سهله جدا يا معلم. الاكتينو ما يجوز دكاتره بكتيريا ولا فانجس؟ اكتين اسمها ايه؟ اكتينو مايسس اسرائيل جت منين؟ هي اصلا كومنسا فين؟ كورا الكابيتي جي اي تي وفاجاينا ايه البريسبوزنج فاكتور اللي بيساعد على عمل الخراج؟ السر او ميكوزالين ميكوزالين تحت الميكروسكوب تعرف توصفوها؟ اه السنتر عندنا ايه؟ ها 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 كولونس لونها ميزوفيل على شكل فيلمنتس وشويه البومب اللي حواليها سينوفيلين كلاس عباره عن ايه؟ ومين اللي هايص عليهم؟ جرانيلوما ميكسد فيها باسلز وتيل فيجريشن تيشو فايبرز. مين الموست كومن سايت في الجسم؟ مايكوفيشيا اشمعنى؟ اورال انجري لان عايشه في الاورال كات. اوصفوني عمل ايه في الوش؟ سويلنج سنجل ولا مالتيبل؟ مالتيبل اوبننجز يعني اسمها ساين ساينسز ديسشارج بيطلع منها ايه؟ فاس فين ولا تك؟ تك بنسميها سالفر جرانيولوس. طيب اللي بعده النوع اللي اسمه ابدومينال مين الموست كومن سايت؟ فين بالظبط؟ هيليو سيكم ابندكس خلاص؟ جايه منين؟ بتاع البطن جايه منين؟ سواتر توصف لي عمل ايه في السيكم؟ دخلت على الابدومينال وول بيرفوريشن فتحت بيه ساينس وممكن وهي بطريقها تبرفوريت ايه؟ مين فتوصل للليفر الليفر بتدمر يبقى عامل زي خليه النحل اسمه ايه؟ هاني بومب ليفر ويحصل بيرفوريشن للليفر والدايفرام واللم قول لي بقى اللنج كام احتمال عندك؟ ثلاثه كورال هيباتيك وابلاد وكلهم بيستقروا الموست كومن سايت فين فوق ولا بيزل؟ بيزل هتعمل ايه في اللمبه؟ بيرفوريشن فتحت على مين؟ في
بلور بقى صليب في البلور اسمه ايه؟ ام بايم وفتح الاشيست المالتيبل ساينسز. في عندنا حاله دكاتره اسمها بلبل بلبل مين ولا فيميل؟ فيميل. في حالات انترايل كونتراسيبتيف ديفايس ان خلاص دي بس بالاكتين وما تدوس. هديكوا بريك بعد ال بعد الراينس كلورو بعد الراينس كلورو. طيب راينس كلورو قصه سريعه وسهله. بص قصه الراينس كلوروما طبعا ده نوع من انواع الجرانيلوما. كلمه راينو راينو يا شباب يعني ايه؟ يعني تيجي في النوز. احد الامراض المزمنه اللي ممكن تيجي في انف المريض. طيب الراينس كلوروما بصوا يا شباب هما تكتين مهمين في الموضوع. ما القصه كلها سهله ما فيهاش اي تفاصيل مهمه. تكتين بس مهمين اخد بالنا منهم. اولا احنا قلنا انها جرانيولوما بتيجي موصلي في النوز صح؟ طالما بتيجي موصلي في النوز يبقى بتيجي عن طريق الان هليش يبقى بنستنشق البكتيريا. اسمها ايه بقى البكتيريا؟ نوع من فصيله من فصائل البكتيريا اسمها كليبسيلا. اسمها ايه؟ كليبسيلا. سمعت عنها في المايكرو؟ ما تاخدوش مايكرو. انا اسف. الكليبسيلا انواع من ضمنها حاجه اسمها كليبسيلا راينوس كليروماتس. كليبسيلا المرض اسمه ايه؟ المرض اصلا اسمه ايه؟ راينوس كليروما. على فكره كلمه سكليروما سكليرو تصلب اوما ماس يعني في كتله متصلبه داخل الانف بتهجمتها يعني. راينو نوز سكليرو تصلب سكليروزز يعني اوما ماس كتلة متصلبة داخل الأنف. الكتلة دي جرانيلوما. سببها البكتيريا. اسمها كليبسيلا راينوس كليروميتس. يعني الكليبسيلا اللي بتعمل راينوس كليروما. خلاص؟ جاية عن طريق ايه؟ انهاليشن. بص يا ولاد، على فكرة المرض ده منتشر جدا يعني ممكن. ده موجود كتير قوي. بيبدأ ازاي؟ ممكن تكونوا شفتوه. الجروس بيكشر كالآتي. أولًا هي البكتيريا يا دكاترة اللي بتيجي عن طريق انهاليشن. اخرها هتوصل للنوز بس ولا ممكن تيجي الابر سبايت فاك عادي تيجي للنوز يجي الفاركس يجي اللارنكس تراكيا عادي وبتوصل لاي حته بس هي مش هتنفكت اللنج تاني اللنج تتكسر في اللنج. فبيقول لك ان البكتيريا دي في الجروس بيكشر بتعمل جرانيولوما. بتبقى الجرانيولوما في الاول على شكل جرانيولز. يقول لك جرانيولز جوه النوز. كلمه جرانيولز حبيبات كبيره ولا صغيره؟ حبات صغيره خالص شوية حبوب صغيرة كده جوه داخل النوز. الحبوب يبقى لونها أحمر واكسي عامل زي الشمع. أحمر متشمعة شوية. متشمعة يعني أنت عارف الواكسي إحساس الشمع اللي هو بيبقى شوية سوفت كده بتبقى طرية يعني. شوية حبوب طرية عامل زي الشمع. طيب الحبوب ديت اللي هي عبارة عن واكسي جرانيولز أو ريد جرانيولز مع الوقت لو العدة ما اتعالجش بتكبر وتعمل ماس أو نوديول كورة ضخمة جوه النوز. في ناس ما بتتعالجش ولا بتتشرب. مصير الكتلة الضخمة اللي داخل النوز ده حاجتين. أولا هي عبارة عن جرانيلوما فهي هتير باي إيه؟ فايبروزس. يقول لك إيه المشكلة لو حصل تليف عنيف داخل الأنف؟ أولا هو هيعمل ليزر أوبستراكشن يقفلها ويعمل ديفورميتي ديسفيجر من تعمل تشوه. شكل النوز وحش بوظ. دي تليفات عمالة بتشد وتكرمش وتبوظ الدنيا. فيبقى اذا الكتله دي بتتليف تعمل ديفورمتي او ديسفيجر. ادي واحد. اثنين ان الكوره دي يا دكاتره عماله بتكبر في منطقه محدوده. انا عمال بكبر في مساحه ضيقه فبضغط. اعمل ايه في الاوعيه الدمويه؟ اقفلها. اعمل ايه في النسيج؟ اموته. اعمل ايه في العظم؟ اكسره. ركز معايا في الحته دي الحته المهمه. فبيقول لك ان هذه الماس تبدو ديستراكتيف مدمره وكانها كانسر. في ناس كتير شخصوها سرطان. كتير قوي شخصوها سرطان. يقول لك ليه شخصوها سرطان؟ يقول لك لان انا عندي ماس اولا هي ماس كتله ومكسره العظم ومكسره الكارتلج ومكسره التيشو. هي اكشولا هي اللي مكسره؟ لا. امال ليه التيشو ضمه؟ لان الماس في منطقه ضيقه عملت ايه في البيسلز؟ قفلت البيسلز. فلما قفلت البيسلز الانسجه ماتت وكسرت.
فيقول لك الدي الثانيه يبقى انا عندي 2 دي، اولا هي بتعمل ديفورميتي، والدي الثانيه ديستراكتيف ممكن تدمر عظم وتدمر كارتليج وتكسر الدنيا. خلاص ده مشكلتها الدكاتره في الجروس بيكش. قولوا لي الجروس بيكش ثاني بسرعه، يلا. يبقى بتبدا الاول حبيبات صغيره بس بعد كده بتدينا نوديولز او ماس. الماس دي فيها 2 دي مشكلتين، الدي الاولانيه بتعمل ديفورميتي او ديسفيجرمنت لان بيحصل لها فايب روز، والدي الثانيه انها بتعمل ديستراكشن او طريق كومبريشن. تحت الميكروسكوب يا شباب الموضوع بسيط جدا. تحت الميكروسكوب بتعمل جرانيلوما، ركزوا معايا كده في الرسم، بتعمل جرانيلوما فيها خلايا كتير، ليمفوسايت، بلازما سيل، ماكروفيج، بس ركز بقى معايا كويس، الحته اللي جايه دي مهمه قوي. من ضمن خلايا الجرانيلوما هي ميكس جرانيلوما، بس اهم خليتين في الجرانيلوما البلازما سيل. بلازما سيل خليه زرقاء او حمراء زرقاء، وماكروفيج. والماكروفيج خليه حمراء ولا زرقاء؟ زرقاء. عندي 2 خليتين مهمين في الجرانيلوما دي، بلازما سيل وماكروفيج. ليه مهمين؟ لان شكلهم هيتغير فيعملوا علامات مميزه جدا. يتغير ازاي؟ بيقول لك ان البلازما سيل اللي موجوده في الجرانيلوما هي ايه وظيفه البلازما سيل؟ اميونوجلوبولين. هتقوم البكتيريا ضربها على دماغها تحبس الاميونوجلوبولين جواها، فيقول البلازما سيل هتبقى مخزنه اميونوجلوبولين احمر للبروتين، البروتين يحصل هايلاينوز لازم البروتين يتكسر، فيقوموا يسموا هذه الخليه راسل راسل بوديز. سموها يا ولاد راسل بوديز. على فكره سمعتوها الهايلاينوزز، لان الخليه دي عباره عن بروتينات متوصله جواها هايلاين غلابيه الشكل هوموجينس. يبقى الثاني ايه هي الراسل بوديز؟ هي كانت ايه؟ بلازما سيل حصل لها ايه؟ هايلاينوزز بقى لونها ايه؟ زيرو هوموجينس طبعا. الخليه الثانيه يا دكاتره اللي هي الماكروفيج، كعادة الماكروفيج الخايبة اللي كسفنا في كل حتة هتاكل بكتيريا وداوت كيلينج، تقوم الماكروفيج بطنها تتنفخ والبكتيريا تتكاثر وتبقى مرغية وكأنها فوم سيل. بس النهاردة هيقوموا مسمينها ميكوليكز سيل. سموها ايه؟ ميكوليكز سيل، يعني خلية فومي برضه بيضة. سمعتوا كلمة ميكوليكس دي من شوية؟ هو العالم اللي اسمه ميكوليكس ما اكتشفش غير اكتشافين في حياته مرة واحدة. الاكتشاف الأولاني قال العيان عنده زيرو فاتبيا زيرو ستون. أدي واحد. الاكتشاف الثاني ماكروفيج. يبقى الميكوليكس سيلز كانت إيه؟ الميكوليكس سيلز كانت إيه؟ كانت ماكروفيج. الميكوليكس سيلز كانت إيه الخلية؟ ماكروفيج. وبقت ايه؟ فومي لانها اكلت كونتيننج اورجانيزم. دول اهم خليتين يا دكاتره، الراس البادي والميكروكس. اسالكم سؤال كده مش موجود في الكتاب بس ممكن يجي في الامس يجي، يعني هو صراحه بيجي. بيقول لك مين الموست باثوجنومونيك؟ موست باثوجنومونيك. كلمة pathognomonic يعني كلمة pathognomonic يعني pathological feature used in diagnosis. كلمة pathognomonic يعني علامة باثولوجية تستخدم في التشخيص. مين الموست pathognomonic cell in rhinoscleroma؟ كل الناس اجابه جماعيه راس البودي، وللاسف هي اجابه خاطئه. بص يا اولاد، الراس البودي هي خلايا مشهوره مشهوره، عشان كده كلكم قلتوا راس البودي مشهوره. الاعلام بس سوق لها كتير راس البودي هناك وراس البودي عشان سمعتوها كتير. يعني هو السؤال ده جاي لك عشان عارف انك سمعتها كتير، بس الموست باثوجنومونيك اللي بنشخص بيها مش راس البودي. ده انت عندك لو في شريحة رينوسكليروما يبقى قابلني، لو عرفت تطلع 2-3 راس البودي الشريحة كلها. معظم السلايد معظمها خلايا بيضاء،
ميكرو اكسترز. هي دي المشخص. يعني لو مشخص بس بقول مشخص. لا. يبقى الموست بروجنوميك سيل اللي بشخص بيها الاكثر عددا بستخدمها في التشخيص هم الميكرو اكسترز. يعني دكتور موجوده في هي مين في الليبروسي؟ هي الفومي سيلز. اه بس هنا الفومي سيلز اللي موجوده هنا بتاخد شكل هي بتبقى في الاول فومي بعد كده تبقى كلها كلير. تاخد شكل ده كلها خليها بيضاء. وبعدين في النوم؟ طيب لكن بص معايا الحته اللي جايه دي بيقول لك الايبيثيليوم لا دكاتره الجرانيولوما ايه؟ الايبيثيليوم اللي بره مش احنا عندنا بولت او عندنا ماس الماس ده من جوه الجرانيولوما ومن بره الايبيثيليوم خلايا الايبيثيليوم الدكاتره ممكن يحصل فيه حاجتين يقول لك لو الايبيثيليوم عدد الطبقات زاد ده نسميه صح؟ طب لو غير نوع من نوع لنوع بس سكويمس كده يعني ممكن الابيثيليوم اللي حواليها يتحول سكويمس لان الابيثيليوم ده متهيئ ضغط عالي في منطقه ضيقه مضغوط عليه فممكن يعمل هايبربليزيا او ممكن يعمل سكويمس ميتابليزيا ده بالنسبه للبراين سكويمس تعرفوا تقولوا الموضوع تاني عشان تاخدوا بريك؟ يلا يلا الموضوع اسمه ايه؟ البكتيريا نوعها ايه؟ تيجي على ايه؟ الموضوع في ليميتد في النوزل ممكن يجي في الاربع سؤال تراك؟ الاربع سؤال تراك. الجروس فيشر بيبدا نوديول ولا جرانيول؟ جرانيول ماكس وبعد كده بتدي نوديول او ماس وهذه الماس مصيرها حاجتين فايبروزس فتعمل دي كورنر او ديسفيجر وكمبريشن فتعمل دي ستراكشر وكانها كاسر تحت الميكروسكوب بشوف ايه؟ جرانيولوما مين اهم خليتين في جرانيولوما؟ راس البودي مايكرو اكسلز كان راس البودي كانت ايه؟ وحصلها هايلاينوز فغيرولها اسينوفيل اسينوفيل والميكرو اكسلز كانت ماكروفيج وبقت فومي فغيرولها جرين خلاص؟ الابيثيليا بيحصل فيه حاجتين اللي هم ايه؟ هايبرديزيا وسكوسرتيزيا يقول لك ايه مصير المرض ده طالما منتشر يعني هيحصل ايه؟ يقول لك في الاول العيال على فكره ما بقاش عارف ان عنده رايلوس كيلوروما في الاول رايلوس فاكر رايلوس؟ شويه التهابات وشويه زكام رشحه وكلام فاضي كده يقول لك في الاول رايلوس انما الموضوع لما يتفضل شويه العيال ده بيبدا يخش في كومبليكيشن اللي هي ممكن يقولوا انوزمي يعني ايه انوزمي؟ انوزميا يعني نص ايه؟ ما بيشدش بص اسمها طب بيقول لك ايه تفسيرك لو العيان ده حصل له هورز نس اوف فويس؟ يعني ايه هورز نس اوف فويس؟ بيطلع هوا ما بيطلعش صوت بحت صوت كده انت قاعد يجي لك بند وصوتك رايح ايه الهورز نس ده بيحصل ليه؟ لو وصل لمين؟ خلاص؟ يعني ده ممكن يخش فورز ده ممكن كمان يحصل له اسفكسي عارف ايه اسفكسي؟ اسفكسي اختناق يعني لو وصل البوكال بورد ممكن تقفل اللابس تقفل اير واي يبقى في البدايه راينايتس ممكن تدخل في انوزميا مع الوقت وممكن تعمل اسفكسيا وعرض اسفكس ان شاء الله دكاتره البريك عندنا هيبقى بالظبط ربع ساعه ربع ساعه بالسلم انا هنبدا 11 انا قلت ربع ساعه مش ساعه اسلام ابدا 11 ولا 5 ربع ساعه دكاتره بريك وبعدين اكمل انا الاول مش احترام للاعداميه في المكان ده نعم سلام ما بتشتغلش عليك لازم تسوي